جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير للي بيتابعنا دلوقتي في مصر وخارج مصر. أنا عارفة جماهير الأهلي المخلصة والوفية حريصة كل الحرص على متابعة قناة النادي الأهلي في أي مكان في العالم الحقيقة. علشان كده احنا كمان بنحاول نبذل أقصى ما لدينا زي ما بيقولوا علشان نسعد حضراتكم، عشان نسعد جماهير النادي الأهلي، وإننا دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. يوم جديد من أيام البيت الكبير، البيت اللي بيتكلم بكل موضوعية، بيحاول إنه يوصل أو يوصل لحضراتكم الحقيقة والصورة بشكلها الصحيح لكل الجماهير. حلقتنا النهاردة متنوعة، ما فيهاش كورة بس. النهاردة أفتكر يعني هنتكلم في حاجات كتيرة جدا، بس قبل ما ندخل في تفاصيلها خلوني أبارك لشباب منتخب مصر. شباب منتخب مصر تحت سن 21 سنة للكرة الطايرة النهاردة لعبوا وفازوا ببطولة البطولة الأفريقية، وهتأهلهم إن شاء الله لبطولة العالم للشباب اللي هتقام في شهر 9 اللي جاي. لسه مش عارفين هتقام يا في إيطاليا بلغاريا، مش عارفين في أي دولة، لكن أيا كان النهاردة كان عندنا 12 لعيب، 6 منهم توجوا بالذهبية، وده بيطمننا على مستقبل اللعبة ديت إن هي من أولاد النادي الأهلي وعاملين الحقيقة شغل ولعب هايل هايل جدا. النهاردة عايزة أحيي زميلي هيثم السعيد لأنه يعني النهاردة طول اليوم مع حضراتكم كان بيتابع البطولة دي اللي كانت بتذاع على قناة النادي الأهلي حصري، وبرحب بهاني رمزي. أهلا بيك يا سام، عامل إيه؟ الحمد لله تمام، برحب بيكي وبرحب بكل السادة المشاهدين، وبنكرر يعني بنقول مبروك مبروك لأبطالنا شباب مصر. النهاردة بيحصل على البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وكلنا فخر كمان ان قناتنا قناه النادي الاهلي هي اللي كانت بتذيع هذه البطوله حصريا زي ما حضراتكم شايفين منصه التتويج. ابطالنا تحت 21 سنه بعد اداء اكتر من رائع لعبوا 3 مباريات، ويمكن خسروا شوط واحد بس في خلال البطوله ديت، لكن المباراه الاخيره امام المنتخب المغربي والفوز 3-0 والتاهل الى كاس العالم. طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه طبعا بيسلم الذهب، وزي ما قال سهام منتخب مصر للشباب في 6 من نجوم وشباب النادي الاهلي الحاصلين على الذهبيه، زي ما متعودين دايما في كل المنتخبات، مش منتخبات الكره بس، منتخبات الطايره والسله، كل الالعاب دايما النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي بيكون ليهم دور كبير جدا جدا. بنقول مبروك للعيبه اللي قدامنا ابطال، بنقول مبروك للجهاز الفني، طبعا كمان الاتحاد المصري للكره الطائره الوصول لنهائيات كاس العالم للشباب اللي تقام ان شاء الله في ايطاليا الموسم الحالي. بنقول ده انجاز كبير للكره المصريه، وزي ما بنقول دايما الولاد اللي حضراتكم شايفينهم دول سنهم لا يتعدى ال 20 سنه، لما بيشرف بلده وحامل اسم بلده، لما يعني كمان يعني بيخوض تجارب على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي، ده اكيد بينعكس على كمان ولادنا الصغيرين، عكس كمان على طموحاتهم في المستقبل. بنقول الف مبروك لولادنا، مبروك لمنتخب مصر، مبروك لكل منظومه كره الطائره، ودايما في نجاح لنجاح. و يعني متعودين خلاص سام ان ولادنا ولاد النادي الاهلي في كل الالعاب، بنشوف 6 دلوقتي موجودين مع منتخب مصر للطايره، منتخب اولاد النادي طبعا بيشرفونا في كل مكان. في منهم جالنا هنا في البيت الكبير، يعني كانوا موجودين، واحنا دايما يعني كمان مش مركزين على الكوره بس، لكن على كل بطل في النادي الاهلي، والابطال النادي الاهلي دايما بيشرفونا على المستوى الدولي من خلال منتخب بلدنا العظيم. ان شاء الله باذن الله يكون علم مصر متواجد في كاس العالم لكره الطائره للشباب ان شاء الله، ويشرفونا كمان بمركز متقدم، لان احنا عارفين كمان تاريخ كره الطايره كمان على المستوى المنتخب الاول تاريخ مشرف. نتابع اخبارنا طبعا البيت الكبير، عايزه احييهم بس، وعايزه احيي الحكام والاداريين والعمال والمديرين الفنيين الحقيقه اللي قاموا بمجهود رائع، وفرحتهم دلوقتي على وشهم وهم يستاهلوها زي ما قلنا. لكن النهارده يعني عايزين نتكلم بشكل سريع جدا عن فقراتنا النهارده، يعني بنحاول تكون معانا حلقه فيها فقرات متنوعه ما نتكلمش فيها
فيها عن الكورة بس يا كابتن هاني، وده هدفنا لما جينا هنا في الأول خالص. صحيح صحيح، ده البيت الكبير اللي بيجمع كل الناس على المستوى كرة القدم. النهاردة كمان معاكي فقرة مميزة إن شاء الله تكون فقرة مميزة مع بطل من أبطال النادي الأهلي على المستوى المحلي على المستوى العالمي كمان. عندنا بطل طبعا مصطفى عسل وكمان معاه والده، هنعرف من خلاله طموحات مصطفى عسل. مصطفى من النجوم الكبار جدا جدا في عالم الاسكواش، لسه صغير، هنعرف منه طموحاته. هو دلوقتي في المركز الـ12 عالميا، يمكن السنة اللي فاتت كان حصل على أفضل لاعب في العالم شاب، أفضل لاعب شاب في العالم الموسم اللي فات. وبالتالي دايما المتواجدين أبطال النادي الأهلي دايما بيشرفونا على المحافل العالمية. هيكون النهاردة مشرفنا موجود مع سهام في أول فقراتنا، وكمان هيكون معاه والده اللي كمان بيبين قد إيه دور الأسرة في يعني صناعة النجم. دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية فقرة فنية بحتة مع المحلل والتحليل الفني معانا كريم سعيد النهاردة، إن شاء الله تكون فقرة مميزة. بنتكلم على النادي الأهلي، بعض التحليل الفنية كمان، رؤيته في موسيماني إن الفترة يعني الفترة اللي فاتت بعد طبعا هزيمتنا من سيمبا كان النقد لازع جدا جدا جدا. هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. الفقرة الأخيرة هيكون مع زميلنا العزيز الأستاذ شريف فؤاد، حوار مميز جدا جدا مع المهندس شريف حبيب. المهندس شريف حبيب اكيد واحد من الكوادر الرياضيه الكبيره جدا جدا، عنده خبرات كبيره في علوم الاداره وعلوم الاداره الرياضيه والاستثمار الرياضي. كان مشرفنا قبل كده، كانت حلقه اكتر من رائعه هنا في البيت الكبير، رؤيته في الاستثمار الرياضي، وكان ليه دور كبير جدا جدا في طبعا نادي المقاولين العرب من خلال وجوده كرئيس مجلس الاداره، وقدم شكل اكتر من رائع على جانب الاستثمار الرياضي. زي ما قلت سهام، فقرات متنوعه النهارده، بنغطي طبعا اخبار النادي الاهلي وكمان الاخبار العالميه، وفقرة كمان مميزة مع سهام لبطل من أبطالنا هو مصطفى عسل إن شاء الله. بس عايزين زي ما حضراتكم بقى يعني بقيتوا خلاص تتعودوا على ده، إن إحنا في سؤال بنسأله مع بداية كل حلقة بنستنى من خلاله إجابات حضراتكم. النهاردة معانا سؤال عن تراجع اتحاد الكورة عن استقدام حراس أجانب، هل حضرتك أو حضرتك بتؤيدوا هذا القرار ولا بترفضوا؟ أكيد بيهمنا آرائكم، وانا عارفه انكم متابعين لكل كبيره وصغيره زي ما قلت، ولكل الاحداث اللي فرضت نفسها اكيد على الساحه الكرويه. انا عايزه اقول لك، مش عارفه فاكر انت من امبارح يعني كابتن طارق سليمان لما سالناه السؤال ده على الهوا امبارح كان اتفاجئ بيه بس فرح جدا، يعني قال لك ده بيدي فرصه لشبابنا وولادنا المصريين، لانه مركز حراسه المرمى ده مركز حساس جدا. وانا متاكد كل الساده المشاهدين اعتقد هيأيدوا هذا القرار، يأيدوا هذا القرار. يعني القرار انا اعتقد لو ما كانش 100% 99% هيأيدوا هذا القرار، لان ده بيصب في مصلحه الكره المصريه بشكل كبير جدا جدا. طيب يعني اتكلمت معاك يا سام، ومن خلال كمان الانترو يمكن الساعات الاخيره كان فيه بعد طبعا الهزيمة المفاجأة نادي الأهلي من سيمبا، كان في انتقادات لازعة جدا جدا لمدربنا المدير الفني نادي الأهلي موسيماني. خلينا نتكلم بكل واقعية تاني وبكل أمانة تاني، احنا ما بنضحكش على عقول حضراتكم. كلنا زعلين، لازم كلنا نزعل، لكن من امتى النادي الأهلي بيقيم مدرب من خلال مباراة؟ ودايما خليني كمان، ثقافة التقييم هنا في مصر مختلفة تماما عن بره. خلينا نتكلم بكل أمانة، حتى لما في لعيب بيلعب يعني على مستوى اللاعبين، لو في لعيب صغير بيلعب ماتشين ثلاثة كويس، ده احنا عندنا أعظم لاعب في العالم والناشئ الصاعد الواعد والصاروخ، لكن التقييم ما بيكونش كده. التقييم دايما بيكون على مرحلة كبيرة. كمان التقييم المدرب ما بيكونش المباراة لعب مباراة عظيمة جدا ده أحسن مدرب، أو لعب مباراة سيئة ده أسوأ مدرب. خلينا نتكلم بكل أمانة، إن دايما متعودين وخاصة النادي الأهلي عمره ما تعامل مع مدرب من خلال تاريخه بالقطع، عمره ما قال إن أنا هلعب مباراتين ثلاثة لا المدرب ده لعب كويس ده كويس قوي هنجدد معاه أو التقييم يا جماعة لازم يكون موضوعي. زعلانين، خسرنا أكيد، لكن زي ما قلت امبارح إن إحنا يعني من خلال الخسارة دي إن شاء الله يكون مكاسبها أكبر كمان. على مستوى موسيماني، خلينا نتكلم بكل أمانة إن موسيماني كسي في لغاية دلوقتي النتائج مع النادي الأهلي، لا ده خسر مباراتين من أعتقد من أكتر من 23 مباراة. فعلى مستوى السي في لما تتكلم، لا تتكلم إن في أرقام، بتتكلم على سي في محترم، بتتكلم على مدرب قدير. خلي بالكم كمان الظروف الصعبه، ما ننساش يا جماعه ان موسيماني كمان جه في ظروف صعبه جدا جدا. اول مباراه تفتكروا كانت مباراه الوداد، مباراه نصف النهائي، كلنا قد ايه كنا قلقانين.
أداها بشكل أكتر من رائع، بطولة أفريقيا الصعبة جدا أداها بشكل أكتر من رائع بس فيها وفاز فيها، كمان البطولة كأس العالم للأندية عمل أداء أكتر من رائع مع ولاد لسه ما عندهمش خبرات هذه البطولة. التقييم خلينا نكون هادين، ازعل من حقك تزعل، من حقك انتقد على المستوى التشكيل على مستوى التغييرات، كل ده وارد وكل ده من حق جماهير النادي الأهلي، لكن كمان مش عايز جماهير النادي الأهلي يا سهام تنجرف تحت طائلة السوشيال ميديا. احنا عارفين ومتأكدين ان السوشيال ميديا ما بتاخدش الا يعني في بعض يعني مش عايز اقول موجهة بشكل او باخر، عايزة تنول من استقرار النادي، الاستقرار الفني، استقرار اللعيبة، تبدأ اللعيبة تتكلم ويبدأ الجهاز الفني ويبدأ الجماهير للنادي الأهلي اللي بتحب النادي الأهلي تبدأ تتأثر بالسوشيال ميديا تقول لك لا ده المدرب. فخلينا ماشيين في الطريق بتاعنا، خلينا ان احنا بنقيم المدير الفني، يعني المدير الفني موسيماني لغاية دلوقتي ما عملش فترة إعداد، يعني ما فيش مثلا 10-12 يوم يعني مسك فرقته كده وبدأ يظبط الشكل التكتيكي اللعيبة، ده مش اعذار للمباراه اللي فاتت، احنا بنتكلم على تقييم عام. فاعتقادي الشخصي ان التقييم العام لازم يتم باحترافيه، احنا بنقيم مدرب من خلال بطوله من خلال موسم، في انديه المحترفه بتقيم من خلال 3-4 مواسم، وفي امثله عديده سهام كتيره جدا على المستوى الاوروبي. المانيا خرجت كانت بطله كاس العالم في 2014، في 2018 خرجت من الدور الاول، ايه اللي حصل؟ لوف لا مكمل معاهم وبيأدي بشكل اكتر من رائع. فخلي تقييمنا هادي، من حق الجماهير انها تزعل طبيعي جدا، من حق الجماهير تنتقد بشكل ايجابي وارد جدا، لكن تاني التقييم يكون على مستوى كيان النادي الاهلي. بص انا عندي حاجه عايزه اقولها، انت النهارده الناس واخده موضوع الهزيمة من سيمبا، في ناس متشائمة، يعني أنا أقول لك بكل صراحة، لسه أنا وكريم سعيد كنا بنتكلم دلوقتي قبل ما ندخل على شكل حتى وطريقة الناس في تعليقاتها مش عن مباراة سيمبا والأهلي بشكل عام، بنتناول هذا الموضوع أنا وزميلي كريم سعيد اللي هيكون ضيف هاني رمزي. بس الفكرة هنا في إيه؟ أنت السنة اللي فاتت لو تفتكر سيمبا هنا إحنا غلبناها 5-0، رحنا عندهم على أرضهم في تنزانيا خسرنا 1-0، فالموضوع مش مقياس لأن أنت في الآخر توجت بالبطولة، فده مش معناها نهاية العالم أبدا أبدا. اللي أنا هنا عايزة أرصده المحاولات المغرضة اللي دايما بتنال من الكبير، والكبير دايما النادي الأهلي. النادي الأهلي طول الوقت في اللي عايز يوقعه، في اللي عايز يبعده عن طريقه المعهود أو المعروف، طريق البطولات اللي انت عودت جماهيرك عليها، طريق الانتصارات. احنا عندنا مشوار طويل، وانا عارفة ان كل الجمهور الواعي عارف ده وعارف قد ايه النادي الاهلي. يعني انت النهاردة خلاص يوم الحد عندك مباراة مهمة جدا مع طلائع الجيش عشان ترجع تاني مرة تتصدر قائمة الدوري الممتاز، ففي ناس هنا شغلتها ما وراهاش شغلانه غيرك، عايزه تهاجمك وخلاص، عايزه تضللك وخلاص، على مستوى الافراد عايزه تضللك وخلاص، فما بالك بقى بكيان كبير اسمه النادي الاهلي. فاوريدي عايزه تزيف الحقيقه، وده اللي عمره بنعيد وبنكرر من حين الى اخر، لا عمر النادي بيتهز ولا عمر الكبير في اي مكان بيتهز. النادي الكبير بحجمه وبتاريخه بإنجازاته عمره ما يتأثر لهذه الدرجة بآراء مغرضة. في ناس من حقها تزعل، وانا زعلت وانت زعلت وكريم زعل وكلنا زعلنا اكيد، بس ان انت خلاص بقى يعني في صفحة بتقفلها، سواء خسرت سواء نجحت سواء كسبت، في صفحة بتقفلها وبتركز على اللي جاي، لان اللي جاي هو استكمالا للبطوله. صحيح، اللي جاي هو استكمالك يعني للمشوار الصعب. انت مش بنتكلم على مشوار صعب جدا، بنتكلم على بطوله كبيره جدا، وزي ما بقول لك يا سهام هي الموضوع يعني ان شاء الله عمر النادي استقرار النادي الاهلي ما هيطوله حد، لكن احنا بنتكلم على جزئيه السوشيال ميديا، ان جماهيرنا جماهير اللي بتحب النادي قوي واعيه وفاهمه، لازم صدقني. لازم تعرف اكيد واعيه وفاهمه لكن ممكن جزء يتاثر. فخلينا نتكلم بكل امانه ان التقييم لازم يتم بشكل احترافي، تقييم على مستوى الاداره الفنيه بيتم من خلال البطوله، في ظروف كتيره جدا جدا موسيماني حتى على المستوى التدريب ما خدهاش كمدرب، عنده فتره يظبط فرقته ويجيب لعبته، وهو على فكره قال كده، قال لغايه دلوقتي انا
يعني ما بلعبش الكوره اللي انا اتمناها، لسه قدامي شغل كتير جدا. فكل المسانده وكل التأييد لرجالتنا، كل المسانده للجهاز الفني. عندنا ان شاء الله يوم الاحد مباراه في الدوري المصري، اول مباراه في الدوري طبعا بعد العوده من كاس العالم للانديه ان شاء الله يوم الاحد مع طلائع الجيش، نستأنف مشوار الدوري زي ما بنقول. احنا يعني اتقفلت صفحة سيمبا، وبنفكر زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال، بنفكر دلوقتي في مشوار الدوري. يعني ان شاء الله كل التوفيق وكل المساندة لجهازنا الفني ولاعبتنا ومجلس ادارتنا. دلوقتي هنروح للفقرة الاولى. زي ما قلت لحضراتكم، نجم اهلاوي، عائلة اهلاوية، نجم على مستوى عالمي كبير جدا. نشوف طموحاته، نشوف اماله، نشوف كمان دور اسرته اللي كان كبير جدا لوصوله لهذه الدرجه، مصطفى عسل مع كمان والده. الفقره اللي جايه مع سهام ان شاء الله تكون فقره مميزه، نشوف هذه الفقره ان شاء الله بعد الفصل. دي عائله اهلاويه جدا جدا، حتى النخاع زي ما بيقولوا. لاعب المحاطين بيه بيقولوا عليه دايما الولد الشقي، مع ان ما شاء الله سنه صغير بس عمل نجاحات كتيره خلته محل اهتمام، وقدر بالفعل انه يخطف الاضواء من نجوم مش بس اكبر منه سنا ولكن اكثر منه خبره. فالحقيقه سنه 20 سنه فقط، بس عمل انجازات كتيره جدا جدا على المستوى المحلي والافريقي والعالمي. احنا بنتكلم على بطل مصنف ل 12 عالميا يا جماعه، يعني ده خلى شباب كتيرة جدا افتكر حبوا اللعبة دي بسببه. وهو ما شاء الله على السوشيال ميديا يعني اكتف جدا، فالدنيا معاه يعني ما شاء الله ماشية حلوة جدا. انا برحب بمصطفى عسل وبرحب بوالده العميد محمود عسل. انا برحب بيكم جدا جدا، مشرفنا واحنا فخورين ان انتم معانا النهارده سياده العميد هنا في بيتكم. يعني احنا الاسعد، ويا رب تكون حلقه حلوه كده ونسعد جمهور الاهلي وحضرتك كده، يبقى يوم ظريف ان شاء الله. الله يخليك. انا فخور ان انا مع حضرتك النهارده والله، في اول حلقه في بيتي الكبير، ودايما قناه الاهلي بيتي، وفخور جدا انا مع حضرتك النهارده. ازيك يا مصطفى؟ كله تمام الحمد لله. انت ما شاء الله تصنيفك ال 12 على العالم، فترة دخولك للنادي الأهلي فترة قصيرة بس أنت كنت داخل مركز تاني أو تالت، ما شاء الله عليك بقيت رقم واحد في النادي الأهلي. حصلت على بطولتين، بطولة عالم للناشئين مرتين ورا بعض، ما شاء الله عليك. يعني أنا بس في حاجة هنا، ده مشجع درجة تالتة، مشجع أهلاوي درجة تالتة فعلا. يعني ليه ما فكرتش في الكورة؟ دايما اولياء الامور بتحب اول حاجه تفكر يعني بمستقبل ولادها، لا دخلوا على كره القدم. طبعا فكرت فيها في الاول ولعبت كوره، بس انا يعني على طول بتابع كوره على طول. يعني ماتشات الاهلي دي حاجه رسميه بالنسبه لي، التمارين كلها تتلغي عشان ماتشات الاهلي، اتفرج عليها، اتفرج برضو على تشامبيونز ليج. احب الكوره قوي، يعني ممكن احبها اكتر من رياضتي. طب ليه ما دخلتش؟ لا هو ابتدى السكواش كمان متاخر قوي عشان بسبب الكوره. والله كنت اوديه التدريب بتاع الكوره ويروح السكواش يهرب يروح على الكوره، فاحنا عقبال ما ركزنا وركزنا في وقت متاخر قوي. يعني مصطفى كرازة على سن 10 سنين ابتدى يركز، ودي حاجه في السكواش حضرتك صعبه، كله بيبتدي من 7 8 كتير قوي. هو 10 سنين ده سن متاخر يعني في كل اللعبه دي؟ فعلا في السكواش اكتر متاخر قوي. بس سياده العميد انا كنت مثلا بحسب والد مصطفى كابتن برضو في اللعبه، لانه مصطفى واخوه ما شاء الله عليهم يعني من نجوم اللعبه ديت داخل النادي الاهلي. فبرضه ليه مش كوره؟ يعني ليه مش كره قدم وهو بيحبها قوي ومركز فيها؟ هو عمه برضه حضرتك طبعا يعني كان بطل جمهوريه سابق ما شاء الله، فطبعا خدوا وسحبوا في الحته دي. واللعب احنا عندنا في مصر مميزه قوي حضرتك، يعني احنا برازيل العالم كله في دي حقيقه. فالكارير اللي بياخده لعيب سكواش بيبقى هدفه ان هو يبقى من ابطال العالم. يعني عندي حضرتك في التوب 10 في 5 و6 من مصر بس، فانت الفيجن ان الولد يبقى في السكواش دي حاجه عندنا احنا هيستوري كبير جدا، عندنا اكسبيرينس عاليه قوي جدا، خبره يعني وتاريخ لينا في السكواش، ان احنا نحط اولادنا على العالميه. صح. يعني بعكس لعب تانية الامور بتبقى صعبه قوي انك توصلي فيها يعني. اي ولي امر بيتمنى ابنه يكون رقم واحد في اي مجال فيه الحقيقه. قول لي بقى بدايتك، انت بقى دخلت اللعبه دي من وسنك 10 سنين، انت ما شاء الله عمرك 20 سنه يعني 10 سنين 19 دلوقتي 19 ما شاء الله. قول لي بقى دخلت النادي الاهلي
هي دي سر. ده السر. ايوه في سر. سر من ساعه ما دخلت النادي الاهلي دي الطفره فعلا اللي حصلت لي في حياتي. طبعا الله يرحمه انكل اسماعيل فاروق هو اللي وداني من الجزيره الاهلي، وكان ساعتها مع كابتن خالد مرتجي. جابني النادي، وطبعا كان شرف ليا قوي ان انا اخش النادي، وساعتها كل البطولات يعني فعلا الحمد لله يعني جات لي ساعتها، و كسبت بطولة عالم ناشئين، وفكرنا حتى ان وانا في الناشئين العب محترفين، ودي كان برضو حاجه كبيره ان انا كنت باخد السيزونين مع بعض، يعني العب محترفين والعب ناشئين، فكان محترفين قصدي رجال ومحترفين ناشئين، ولعبت محترفين ولعبت يعني كان مثلا بيبقى عندي مثلا ممكن 16 سنه مصطفى احترف 16 يعني ممكن يبقى عندي 30 بطوله مثلا في السنه الواحده، فكان ان انا يعني اميكس ما بين الاثنين كانت صعبه قوي. بس الروح الحمد لله اللي اتزرعت فيا من النادي الاهلي هي دي اللي خلتني اوصل، واللي خلتني حتى بقيت يعني زمان كان عندي اللي هي ممكن اوصل فاينل واستكفى من ان انا خلاص وصلت الفاينل. وكان الستارت كان في نادي الجزيره قبل الاهلي لكن الطموحات دايما في الانديه يعني الاجتماعيه بتبقى ليميتد شويه. ما حصلش الطفره والنقله غير لما راح النادي الاهلي انتقل خلاص، يعني كابتن خطيب كان عامل اجتماع هو حضر اول ما جه ما شاء الله، فكان قال له الاهلي هو رقم واحد. اتنين ده ما مش عندنا، الكلمه دي كانت رعب الصراحه. فهو تلقيتها ازاي بقى كابتن محمود الخطيب بيقول لك كده، يعني بيحملك امانه ورساله؟ يعني انا فعلا الكلمه دي انا خلتني مثلا 3 ايام ما نمش، يعني عمال افكر فيها، اللي هو كنت كسبت بطوله عالم اول واحده ناشئين، وكان ساعتها كابتن محمود الخطيب قال ان الاهلي طول عمره رقم واحد، نمره 2 دي زي 30، وقالها كده بالظبط. فانا بقى كنت لسه يعني بنستعد بقى للسيزون الجديد، رقم 2 زي رقم 30 كله زي بعض. حلوه دي. صح محصل بقى زي الاخير. فجات لي طبعا جيت العب بطوله العالم الثانيه، فطبعا كان عليا ضغوطات كبيره جدا اروح اكسبها، فوانا بلعب الفاينل طبعا لا ازاي ومش هينفع وما ينفعش اخسر الماتش ده ما فيهاش، ودايما يعني روح البطوله دي موجوده يعني. فالحمد لله اول ما نخش فاينل الحمد لله يعني بنكسبها الحمد لله. طب لما الرئيس استقبلك الرئيس عبد الفتاح السيسي كان برضو في حوار ما بينك وما بينه دار صح؟ وصورك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منتشرة قوي عندك وعلى الصفحات يعني. قل لي بقى الحوار اللي دار ما بينك وما بين الرئيس، وقال لك ايه وانت كمان؟ ده شرف كبير لينا طبعا. اكيد يعني اكيد انا يعني كمان عايز اعرف احساس والده يعني. اكيد ما كانش على بال حضرتك اكيد ان انت تحصل اللحظه دي اكيد. هو اول ما رجع من بطوله العالم كان كل هدفه رؤيه السيد الرئيس، وانا كنت بدعمه يعني هقول لحضرتك السر اللي كان الناس بتكلمني بتقول لي بقى كفايه انتوا عمالين تقولوا احسن الموضوع يبقى في كل برامج فيعني بالراحه ان شاء الله هتيجي. الى ان جاءت اللحظه دي طبعا الحمد لله. كانت لحظه يعني احنا قبل هو انا قبليه وهو قبليه كنا احنا فعلا كنا كلمني بقى عن احساسك يا ست العميد في الاول كده بقى، وبيقولوا لك هتقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ابنك رئيس مهتم بيه ومتابعه، وكمان لحظه لما اتكلم انت كنت بتفكر في ايه الكواليس بتاعه اللحظه دي؟ احنا حضرتك يعني كظباط يعني احنا بنخدم لصالح مصر وفي شرف مصر، واعظم حاجه انك تقابلي رئيس الجمهوريه طبعا السيد رئيس عبد الفتاح السيسي منقذ مصر كلها، فعشان تقابليه لو انا ما قابلتوش اذا كان هقابله في صوره ابني فيعني الرساله وصلت حبيبي. مفيش احسن من كده يعني الحمد لله. هو نمشي يوميها ويحكي لحضرتك ان اليوم ده كان بساعه ما بلغته وكانت جت بفجائيه الصوره هي على الهواء يا ست العميد. كواليس بقى اللحظه دي يا مصطفى. اللحظه دي يا سياده الرئيس اللي احنا كلنا فخورين بيك ومبروك من قبل ما تقابل الرئيس. بقى لحظه بقى عرفت بقى مين يكلمك انت بقى. وانا ماشي على انا ماشي يعني بخبط في بعض يعني ماشي على السجاده الحمراء عقبال ما اوصل سياده الرئيس مش مصدق يعني اللي قبليه بقول يعني يا بخت ان هو سلم على الرئيس، وانا خايف ان انا اخش يعني من هيبته طبعا يعني خايف ان انا اخش اسلم على سياده الرئيس، بس لما دخلت قال لنا كلنا يعني احنا فخورين بيكوا والف مبروك، قلت له كلنا معاك يا ريس في الحراك بتعمله وبس، بعد كده مشينا يعني. لا نمت قبلها ولا بعدها؟ لا ما نمتش اليوم ده خالص. ده كان دافع اكيد. طبعا دافع اكيد للي جاي، وان انت خلاص اللي جاي ده بتفكر فيه بشكل تاني خالص. طبعا قول لي عمل لك ايه يعني، حطيت بقى البلان بتاعتك، قلت انا هشتغل على اللي جاي ازاي، انا النهارده متشاف محط حتى انظار العالم كله مش بس مصر،
فانت ما شاء الله عليك كمان عندك خطوات ثابته افتكر وبتحققها بشكل كبير يعني طبعا يعني انا احب اشكر يعني. الاداره على الدعم الكبير ده، دعم فوق الوصف للعبه الاسكواش في داخل النادي الاهلي. بيساعدونا بشكل كبير جدا، كل حاجه متوفره، كل حاجه موجوده داخل النادي. انا ما بسيبش النادي، انا على طول في النادي واتمرن في النادي. كل يعني معظم اللعيبه الثانيه اللي هم معايا في الاسكواش دايما بيروحوا نوادي مختلفه، انا الحمد لله الوحيد اللي بتمرن في النادي بتاعي وتماريني كلها موجوده في النادي بتاعي. فده كان دعم كبير جدا. وطبعا بعد ما اخلص اي بطوله، حتى اي ما اخلص بطوله اكسبها، دايما بنفكر اللي جاي دي فكر دايما النادي وفكر الجهاز، خلاص البطوله اللي بعديها ركزنا كسبنا البطوله دي، لا البطوله اللي بعديها. فالحمد لله ما وقفناش ان احنا بس نبص على بطوله العالم في الشباب بس كسبناها، لا احنا عايزين نوصل للمحترفين، وعايزين المحترفين رجال، عايزين نوصل، عايزين نكسب بطوله العالم. لا انا يعني انا بتعامل انا عندي 19 سنه بس الحمد لله يعني موصلين لي الفكر بابايا وكل الاسره والتيم كله والمدير الفني موصلين. انا عندي 26 27 كجوه اللعبه. فدي حاجه كويسه قوي ان انا ابتدي وانا صغير، اخبط وانا صغير، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن. مين بيدعمك اكثر، باباك ولا مامتك؟ لا الاثنين والله. لا تقول لي حد واحد علشان احنا دلوقتي هنعرف الحقيقه من مدام منى. والدتك. كل واحد له دور. لا كل واحد له دور كبير والله. يعني. دورها كبير قوي، سواء طبعا في يعني عشان نوصل للبروفيشنال بكل صورتها التغذيه مهمه جدا. فطبعا ماشي مع دكتور نيوتريشن عشان خاطر الجسم شيب متظبط، العضلات، الماسلز، الدهون، الفاتس. فطبعا ده بيرد ببلانز كل جمعه لازم تنزل تروح لمامته في البيت، فهي ما بتطلعش من المطبخ. حبيبتي هي عندها مصطفى ومروان ولا في اخوات تانيين؟ لا مصطفى ومروان ومروان وبطل الجمهوريه تحت 13. ما انا عارفه لسه هنيجي بقى. هم خد بالك الست صح بعد 5 6 سنين ممكن يلعبوا ضد بعض زي محمد واخوه صح؟ ممكن. يعني لا مش ممكن ده ان شاء الله اكيد. ان شاء الله باذن الله. وانت وقفت قدام ايه؟ مش ناويين نلعب مع بعض؟ لا لا ازاي بقى؟ ابطل ساعتها بقى. بقى محمد الشرباجي بطل العالم في اللعبه دي واخوه لعبوا بعض اكيد طبعا. بيبقى فيه بقى مشاعر مختلفه وفي كواليس، وانت اكيد انت دلوقتي انت ومروان بتتكلموا مع بعض في اللحظه دي وتفكروا فيها. طبعا أكيد. انا لسه كنت في باكستان في بطوله في باكستان. انا لسه راجع من 3 ايام. انا ومحمد جهانشار عامل ايه؟ جهانشار خان اصل اسطوره مصري اللعبه. كنت بلعب فاينل مع محمد الشرباجي هناك في باكستان في البطوله. طبعا محمد يعني شخصيه عظيمه جدا، وبيقول لي ازاي بيتعامل مع اخوه في اللحظه دي، يعني في اللحظه ان هو بيخش معاه الملعب، هو ما كانش مصدق ان هو في يوم من الايام ممكن يلعب اخوه. فقلت له لا يا رب يبعد عننا اللحظه دي. ليه طيب ليه؟ لا طبعا مستوى التنافس بيبقى عالي قوي في اللعب الفرديه. فغير الجماعيه شويه بيبقى الاحاسيس شويه، يعني ده عايز يكسب ده عايز يكسب جوه الملعب، فبتبقى صعبه شويه مع ده. المعاناه معاكم انتوا هتشجعوا مين؟ يعني مين اللي واحد واحد بقى. مش هحضر لو حاجه زي كده، مش هحضرها. لا نسال مدام منى بقى ومروان اللي معانا دلوقتي بالصوت والصوره على الهواء مباشره. مدام منى برحب بيكي في البيت الكبير، كنت اتمنى ان انت تكوني موجوده هنا بتنورينا، بس برضو منورانا من البيت انت وكابتن مروان. وانا بحييكي على مجهودك، وده دور كبير جدا جدا. انا عارفه انه حضرتك رقم واحد، السبب فيه بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. فانا بحييكي جدا جدا على يعني تقديمك لينا وللعالم مصطفى ومروان كمان اللي جاي في السك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وفرصه سعيده قوي صراحه، يعني ميرسي جدا ليكم. والاول برحب بقناه البيت الكبير والقناه الاهلي وكل الموجودين، وميرسي قوي للتقديمه الجميله دي. لا يا حبيبتي ده اقل واجب. انا عايزه اعرف بقى دورك، يمكن النهارده مصطفى بقى رقم صعب جدا جدا في وسط المنافسين، وده ليه دور كبير جدا، مش بس مهارته في اللعبه او انه موهوب او لا، في دور اكيد حضرتك بتقومي بيه لسه. حتى سياده العميد كان بيقول في طريقه اكله، في نومه، في حركاته، اكيد حضرتك معنيه بشكل كبير في الموضوع ده. قولي لي بتعملي ايه مع مصطفى؟ تضحك على ايه؟ لا تضحك على ايه؟ يعني لو كانوا سبقوا شويه كانوا شافوا. لا لا، هو موضوع النيوتريشن طبعا موضوع يعني مهم جدا بالنسبه لمصطفى واي بطل يعني عايز يكمل في اللعبه او في اي لعبه تانية يعني غير الاسكواش. لازم موضوع التغذيه ده مهم جدا، والعامل الاساسي طبعا البيت.
أكيد طبعا. لا يعني ما فيش زيوت، ما فيش زبدة، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي نوع من الحاجات دي، حاجات ما تبقاش دسمة يعني. وإحنا كل أسبوع بيتغير لنا البلان يعني بتاع التغذية. ف يعني الحمد لله الحمد لله. طبعا البيت ليه دور أساسي، وأكيد هو برضو يعني مصطفى ليه دور كبير برضو، لأني برضو جهد عليه اللعبة يعني. عايزة نوم، عايزة أكل كويس، عايزة تمرين كويس، عايزة فتنس كويس، يعني كل الحاجات دي برضو بنحاول نرتبها له والله هنا في البيت يعني، يعني على قد ما بنقدر. وهو برضو طبعا يعني طالما عايز اللعبة هو يعني بيحب يتحسن فيها، فمساعد نفسه ومساعد المجهود اللي البيت بيقوم بيه أكيد. ده كمان غير بجانب الدراسة يعني طبعا. جانب الكلية كمان طبعًا. يعني الكلية برضو الحمد لله أن الأكاديمية مقدرة معانا الموضوع ده، بس ساعات يعني بيحصل حاجات كده تطشات كده معاهم، بس الحمد لله يعني. عشان موضوع التصاريح يعني وانتقالاته كده ولا طبعًا. طبعا السفر كمان والسفر السفر، لاني يعني هو لولا موضوع كورونا كده ربنا يعرف يحمي البلاد كلنا يعني كلها منه ان شاء الله ويتعدي الازمه دي على خير. بس موضوع السفريات دي لازم الكليه طبعا التصريح. احنا بنسافر حضرتك مثلا 12 بطوله في السنه، ده كان طبيعي قبل موضوع كورونا، ليه 12 سفريه في السنه، من 12 ل 14 سفريه. بس في وقت الكورونا ده خلاه تقريبا يسافر 5 أو 4 مرات بس، صح؟ الامور طبعا تخلصت، ودور مصر عظيم جدا جدا جدا، ودور مصر الشباب والرياضه. مصر عملت بطولات جامده، والسيد الرئيس مصمم ان البطولات تتعمل ومصر تستضيف. صحيح. هي الامور كلها يعني العالم كله ياخد يكون متوقف، مفيش غير مصر الوحيده المستضيفه، ومصر في الحته دي معطاءه ودور درس كبير جدا في بطوله اليد اللي فاتت دي. العالم كله ازاي تقدر تنظم في الظروف الصعبه دي اللي محدش عارف يعمل اي حاجه خالص، منتخب على ارضك حاجه صعبه جدا 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 محدش كان متخيلها يعني. فالحمد لله. وفي بطوله برضه بتتنظم في مصر سكواش، والشهر الجاي في برضه بطوله بلاك بول في التجمع الخامس نادي متخصص في السكواش برضه مستضيف بطوله كبيره قوي ان شاء الله. فبرضه دي حاجات كلها تحسب للدوله نفسها، الدوله المصريه. بلاك بول دي انا عايزه اتوقف عندها كتير جدا لان هي بطوله عالميه، وانا عايزه اتكلم فيها بس بعد ما نروح لمروان، لان مروان كمان لاعب موهوب في السكواش. فايه اللي حببك يا مروان في اللعبه؟ عمك مصطفى كنت عايز تقلد فلقوك موهوب فكملت فيها؟ برضو ليه مش كره القدم يعني في الاول خالص، ما فكرتش في الكره ولا فكرت؟ تحكي لي شويه. اي عمي اول حاجه يعني كان هو اسسني في السكواش وانا عندي 7 سنين كده، واخدت بطوله الجمهوريه اول. ما شاء الله عليك. انت عندك كم سنه دلوقتي؟ 13 12 12 12 واخدت بطوله عربيه في اخدت بطوله عربيه وبطوله ارضك اول وبعد كده بقى وقف السيزون بقى. هما عندهم الناشئين شويه وقفت في مصر وقف في الفتره الجونيورز يعني وقفت شويه بسبب الكورونا، الاتحاد يعني متاثر شويه بموضوع الكورونا فمش عارف ينظم للناشئين هنا، فابتدى تاني ان هو ينظم بطولات زي الكوره في الناشئين برضه توقفت او اتاجلت يعني. اتاجلت يعني هم هيبتدوا بس هم الشهر اللي جاي ان شاء الله، شهر 4 باذن الله هيقرر ان هم يبتدوا باذن الله تاني ان شاء الله. باذن الله باذن الله. الـ 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 كنت بسال مصطفى قبل ما تكون معانا يا مروان عن فكره ان انت ممكن تواجه اخوك بعد كام سنه قريبين جدا، فكرت ولا ما فكرتش فيها دي؟ لا وتنك قوي يعني هو ممكن قوي على فكره بيقول لك تنك وانا عايزاك ترد على الكلمه دي. ايوه هكسبه ان شاء الله حبيبي. وانا بقى بشجعك. انا بشجعك انت. ليه بقى؟ لان مصطفى يعني انا عارفه مدام منى هو شقي جدا جدا، فاه مساعدك في النوم. مروان اشقى على فكره والله. لا 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 ده هنا بقى ده الكلام كبر. احكي لي معاه في البيت بتعملي ايه بقى مع شاوت الصبيان؟ يعني مين اللي تعبك اكتر؟ بتعملي فيهم ايه يعني لما بيتشقوا كده؟
والله هم بصي انا كمان في اتنين كمان ولاد اختي برضو معايا برضو في البيت. مش عايزه اقول لك يعني الدنيا عامله ازاي في البيت. طب يعني انت عارفه الولاد متخيله لا واحنا دلوقتي في وقت مذاكره كمان عشان في امتحانات داخلين على امتحانات. فمش عايزه اقول لك الدربكه المعموله. وطبعا مصطفى في اجازه دلوقتي وهيدخل الجامعه. فمصطفى ايه بيهرج معاهم كتير. تقولي لده بس اسكت. تلاقي كله بقى كل البيت. انت محتاجه تفصلي القوات عشان انت صعبتي عليا حقيقه. والله لا افصل تفصلي خالص. والله بجد. والله لا ربنا يعينك. كفايه ستريس البطولات بقى. طبعا لسه الشهر الجاي ان شاء الله كابتن مصطفى عسل عنده بطوله في شهر مارس. ان شاء الله بلاك بول ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله جاي الشهر الجاي. مش الشهر الجاي خلاص يعني كمان 10 ايام تعتبر. بيتابع يعني المنافسين. بيتابع مين من المنافسين في الادوار النهائيه؟ مين بيحضر لمباراه ولا البطوله كلها بيفكر فيها ازاي؟ يعني كلميني كده عن تحضيراته قبل ما اروح. يعني مصطفى صراحة في حاجة ميزة كويسة قوي في مصطفى ان هو ما يحبش يشيل هم الماتش اللي هيجيله. ودي كانت صراحة اللي بيساعدها فيه مدربينه وباباه كمان في البيت. يعني صراحة دايما ما بنفكرش في الماتش قد ما بنفكر ان احنا خلاص عملنا اللي علينا وعملنا الواجب بتاعنا. خلاص ندخل يعني انجوي بقى. صح. ونبص على اللعب بتاعنا. فمصطفى الصراحة عمل تارجت كبير قوي يعني الفترة اللي فاتت دي. والحمد لله ده ربنا كريم يعني وصل دلوقتي ال 12 على العالم. ولسه كان بيلعب الشرباجي في ده بطل العالم في السكواش. وطبعا فرصة كبيرة لمصطفى ان هو يلعب مع محمد الشرباجي. طبعا لعب معاه طبعا وكان من حسن حظه يعني. وكان في جهانشر برضو لاعب العالم برضو الباكستاني في أسطورة السكواش يعني. فبرضو كان يعني من حسن حظ مصطفى ان شافهم هما الاثنين يعني. وبس لعب مع محمد ودي كانت اول مره يلعب مع محمد الشرباجي. اي لاعب سكواش بيتمنى انه يقابل جهانشار خان ده. زي انا اعرف ان هو طبعًا اسطوره طبعًا اللعبه. ده في جهانجير وجهانشر. يعني عظيم العظماء على مدار التاريخ. يعني ما حدش حقق ارقام دي حاجه ما شاء الله. بس مصطفى قدر كمان قدرت ان انت تتغلب في البطوله دي على محمد الشرباجي. احنا بنتكلم على بطل عالم يعني. محمد قدوتي في اللعب يعني. محمد بحب اشوفه يعني. بحب محمد. محمد هو بيقول لي يعني شايف فيك ان انت خليفتي يعني. فانا اتكلم قال كده محمد في البطوله يعني نفسها. قال كده الراجل يعني بصراحه قال. انا بحب اشوفه بحب اتابعه من وانا صغير. بشجعه جامد جدا يعني فعلا. يعني في كيمستري ما بيننا يعني. فلما العب معايا طبعا كان حاجه صعبه عليا. والبطوله طبعا كان قصاد يعني وزير الدفاع الباكستاني. هم هناك اللعبه بالنسبه لهم طبعا عشان الاساطير جانشر وجانجير الناس دي طبعا. فبيبقى يعني استاد فعلا بيتفرجوا على الماتش وكده. وطبعا ان انا العب قصاد الاسطوره دي. اسطوره جانشر خان ده واخد 8 بطولات عالم ورا بعض. ده حاجه ما حصلتش في اي رياضه عامه. من 20 سنه على مدار 20 سنة. صحيح. يعني لحد ما كان بياخد منه جيم ده كان بيبقى حاجه يعني حدث. حدث طبعا. فانا مبسوط مصطفى قوي قال له ما انا لسه عايز اعرف اللي دار ما بينه وما بينه. طبعا هو اسطوره اللعبه دي. بس المباريات والسؤال برضو موجه لحضرتك يا سياده العميد. اللعبه لما بيلعب بطوله مثلا مهمه زي دي بتفضلوا ان انتوا تتابعوها في بتسافروا مثلا معاه او تتابعوا مباراه كبيره هنا ولا لا من البيت او تعرفي النتيجه على طول تقلقي؟ لا احنا بنتفرج. لا بنتفرج في يعني بنجيبها لايف في ساعات يعني. ولو البطوله متذاعه او يعني المره اللي فاتت كان في باكستان كان النت عندهم صعب جدا فكنا بنشوف بالتقطيع كده. بس الحمد لله يعني البطوله عامه في باكستان كانت على كل التلفزيونات بتاعت باكستان وكده. فهم قاطعين البس عن الانترنت خالص. ما فيش حد يعني حقول بس ما ينفعش. فكانت على القنوات بس في يعني عندهم هم كانت على كل يعني قنوات التلفزيون الرسمي. ما ينفعش حد يذيع لايف. مليانها اهتمام قوي يعني. هو بس
بس كده. فانا بتمنى لك كل التوفيق. مشوارك انا عارفه انه مشوارك اكبر واصعب كمان حتى من مصطفى بكتير. ربنا يعينك عليهم. وانا بشكرك جدا جدا، شرفتينا مدام منى حقيقي. انا الاسعد والله، وشرفتونا وميرسي جدا. واحب اشكر برضو كل البرنامج، كل المذيعين والتلفزيون وكله، والفيديو وكل الكاميرات برضو اللي ورا الكاميرات برضو كتر خيرهم. فاحب اشكرهم كلهم يعني صراحه، واشكركم طبعا، واشكر قبل اي حاجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو اللي خلانا برضو ان البلد كلها تقوم بالبطولات وبالرياضه ونرجع تاني للرياضه، لان كان خلاص كنا فقدنا الامل خالص في الرياضه انها ترجع. صحيح. في عز الكورونا، فالحمد لله يعني رجع. ولعلمك يعني احنا بالنسبه للسكواش كله دلوقتي كل العالم بيتفرج علينا وعايز يعمل البطولات كلها هنا في مصر. صح. فدي حاجة يعني تحسب له، والحمد لله يعني إن قدرنا نوصل للنقطة دي. النهاردة لسه كنا بنتكلم عن بطولة أفريقية في كرة اليد، منتخب الشباب تحت 21 سنة الطايرة. فالنهاردة ده برضو إنجاز بيحسب لمصر. خلاص أنت بتقولي للعالم لازم نتعايش، لازم نتعايش مع هذه الجائحة. ما أنت مش عارفة تخلص إمتى يعني، ما أنت مش عارفة تخلص إمتى. إحنا مش عارفين، ده وباء عالمي، ومش عارفين مش عارفين هيخلص امتى. مش هنعطل حياتنا كلها عشان خاطر بتاع ده. فهو فعلا بدا الخطوه دي رغم ان كان في اعتراضات كتيره، بس الحمد لله تخطينا الحته دي وخلاص، والحمد لله. والدنيا لازم تمشي. صحيح. ما هو كده كله هيتعطل. صحيح. انا بس عايزه في الاخر الحمد لله. الحمد لله يا رب. انا عايزه مصطفى توجه كلمه لمروان وهو يرد عليك عشان نسمع صوته تاني. قول لي كلمه توجهها له بقى وهو اصغر منك، يعني شايفك بقى، شايفك قدوه يا مصطفى. لا ما هو مش شايفني قدوه خالص. ايه مش شايفني قدوه خالص؟ لا لا لا. هو بيحب رامي عاشور قوي. رامي عاشور. يعني هو مروان يعني دايما اللي هو حتى دلوقتي اللي هو اخش اكسبك يعني ما فيهاش نقاش. يعني هو عنده ثقته في نفسه عاليه قوي. طب ما دي حاجه كويسه جدا. طب حاجه وحشه بس. بس هو لا، هو ان شاء الله يعني يبقى مستقبل مصر الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، ويرفع اسم الاهلي ان شاء الله كده لفوق دايما. هو لعيب، هو مجتهد يعني، بس بيجي بالزق. بس هو طبعا مع الوقت هيفرق طبعا. دورهم معاه صراحه دور خرافي يعني، عكسي يعني معايا طبعا. عملوا دور جامد جدا، بس انا كنت بجتهد يعني اكتر منه. بس هو عنده التالنت، بس عايز يتزق شويه. بس هو طبعا لعيب يعني بابا بقى. طبعا زي وراه، بس ان شاء الله يعني يبقى حاجه كبيره، يبقى احسن مني ان شاء الله. رد يا مروان بقى على مصطفى في الاخر. رد على الكلام ده. هو انا ان شاء الله كمان 4 سنين هلعبه في PSA وهكسبه ان شاء الله. يا رب. وانا بشجعك برضو يا مروان. انا بشكرك جدا. شفت الثقه دي؟ ثقه. لا عمياء يعني ما شاء الله. انا بشكرك جدا يا مدام منى. ميرسي جدا، شرفتينا بجد. ميرسي قوي ليكوا. انا اللي بشكركم. ميرسي. انا الاسعد والله. ميرسي قوي ليكوا. شكرا ليكي. شكرا كابتن مروان. انا المتنبئه لمروان بمستقبل باهر يا سياده العميد. لا حقيقي يعني طريقته حتى في الكلام، عنده شخصيه اللاعب حتى رقم واحد يعني، شخصيه اللاعب البطل. عنده ميزه ان هو شايف يعني الدنيا كلها قصاده. يعني مصطفى كان بتحسس السكواش في الاول، لكن مروان قاعد تحت الباب الازاز بتاع الملعب بيتفرج عليه من هو عنده 5 سنين 6 سنين. فلقط وقت كتير قوي طبعا، دماغه فيه حاجات كتير قوي. يا مستعد، كلنا شغالين، الموضوع مش سهل. لكن بطوله كبيره زي بطوله باكستان دي بتحرص، انا دايما اشوف اولياء الامور بتجري ورا اولادها حتى هنا يعني، يعني على مستوى البلد يعني، تجري وراه في التمرين، تجري وراه لو عنده ماتش مش عارف ايه، بتسافر وراه في كل حته. بتعمل كده؟ بتبقى مهتم للدرجه دي ولا لا بتسيبه؟ مع كورونا طبعا واجراءات السفر والاجراءات الاحترازيه الموضوع بقى صعب. لكن اخر بطوله عالم كانت في قطر، رحت مع مصطفى. ولما بيكون ليا استطاعه ان انا اروح معاه بروح، ما راحش لازم يكون في تيم برضو معاه شغال معاه. يعني هو مصطفى دلوقتي المستوى الاحترافي اللي هو وصل له دلوقتي، احنا التارجت بتاعنا دلوقتي وباذن الله نمره واحده على العالم. فحضرتك عشان تحقق الحته دي لازم يكون في منظومه حواليك.
المنظومة من كذا شخص. في ايجنسي يعني ولا في تيم ولا يعني في تيم المدرب سكواش في نظره من بره المدير الفني سكواش في مدرب خطه الاحمال بتاعه من بره من هولندا في حد بتنفذ هنا البروجرام في دكتور بتاع نيوتريشن في فيتنس في مدلك في عندي جهاز شخصي بيدور حواليه وبنشتغل مع بنتكلم انا طبعا يعني بتكلم مع ايه الاخبار انتوا شايفين ايه الموضوع ده ايه ده النادي بيوفره سياده العميد يعني ده النادي طبعا النادي الاهلي جزء كبير جدا 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 بيوفره لك وما وفره اذا كان في حاجات اكسترنال النادي الاهلي برضو بيتدخل فيها وبيوفرها وبيدعم فيها طبعا كله ده. طبعا كله عشان ده نادي بطولات حضرتك اكيد ده نادي بيختلف عن اي نادي في مصر هو نادي بطولات لان التاني ما تفهمش المتطلبات دي يعني هو لو كان فضل في الجزيره ما كانش هيبقى فيه رؤيه معلش مع احترامي الناس ان اصحابنا اعضاء مجلس اداره متربين معاهم وكل حاجه وحتى قبل ما يمشي قعدت معاهم الموضوع مش كده هو الفكر نفسه مش يعني النادي الاهلي عنده فكر يعني ايه بطل ايه التزامات ايه مستلزمات هيسافر ايه متوفر له ايه طب محتاج سبونسر طب محتاج مين ما هو 10 سفريات 15 سفريه هتسافرها محتاج دولارات محتاج روح محتاج حاجات كتير قوي هتعملي ايه فالنادي الاهلي متميز عن في الشرق الاوسط كله في افريقيا يعني ما تلاقيش نادي اهلي واحد بس الكلام ده بقى بياكد لي فعلا احنا دايما بنطلع نقول الكلام ده عن درايه وعن اللي احنا بنشوفه بس بتاكد لي هنا سياده العميد انه بس مش النادي الاهلي مهتم بالكوره واللعبه لا 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 الشعبيه لا 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 اللي على مستوى لا لا العالم لا بيدعم كل اللعبات خاصه لما يكون في اي لعبه فيها بطل زي مصطفى تعرفين انه بلاك بول دي اللي جايه ان شاء الله في اللي هتتلعب كمان كام يوم انت طالع على التصفيات على طول لان هو متصنف 12 على العالم فمش هتلعب من تحت صح لا لا مش هتلعب خلص. من الادوار لا لا الاولانيه دي فهنا عايزين نقول انه النادي الاهلي بيهتم بكافه اللعبات خاصه لما يكون عندها بطل بيلعب عادي والالعاب كمان حضرتك اللي هي زي من غير عائد يعني الناس فاكره ان مثلا النادي الاهلي بيهتم بحاجه مثلا الكوره بتجيب له الفلوس لا هو مفيش عائد الموضوع خالص يعني السكواش مش ما بيدخلش مفيش عائد للمجلس الاداره والمجلس الاداره مش زي الكوره يعني مش زي الكوره يعني بقى فانا يعني بجد بشكر مجلس اداره الرياضه للرياضه والبطوله للبطوله حلو ده راعي ابطال مجرد ان عندك بطل هو النادي الاهلي حته عندك بطل في حته معينه او في رياضه معينه ده في حد ذاته ارضاء لذات النادي الاهلي وجماهيره حلو قوي عارف البطل محتاج ايه عارف المستلزمات ايه يعني انا عمري ما دخلت لكابتن رؤوف قلت له انا عايز حاجه على طول كل حاجه موجوده في الاهلي متوفره لك كل حاجه موجوده في الاهلي خالد مرتجي كمان دور كبير جدا, جدا 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 طبعًا. يعني فوق الوصف مهندس خالد مجلس طبعًا اداره طبعا 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 احب اشكره يعني جامد جدا على الجهد اللي عمله معايا من وانا صغير يعني ان انا اجي الاهلي دي كانت نقله في النادي الاهلي يعني الحمد لله ربنا كرمني فعلا يعني لما رحت الاهلي دي كان سر حياتي كلها يعني انا فعلا يعني لو جيت اذكر السي في بتاعي قبل النادي الاهلي هو صفر يعني مع ان انت كنت بتلعب في الجزيره يعني كنت بلعب يعني كله مركز تاني فعلا كله حبيبي. مركز تاني مكان بيوصل للفاينل بيكتفي وانت دخلت النادي الاهلي مركز تاني او ثالث انت دخلت مركز تاني دخلت تاني دخلت تاني امتى بقيت مركز اول لا هو الحته بتاعت انا في مره كنت عندنا تصفيات تصفيات زي يعني عندنا بطوله كبيره في انجلترا دايما بنروحها كل سنه كبعثة منتخب وكده فالبطوله دي كنت انا في الجزيره وفاكر رحت الفاينل وخلاص وصلت وتصفيات وخلاص انا جوه وهسافر خلاص عديت قلت لهم يا جماعه مش عايز اروح النهارده غنني مش ممكن يا مصطفى لا هو الروح بتاعه النمره واحد دي صدقني عليك مش متوغل في النادي الاهلي ما تلاقيش في نادي تاني يعني في نادي الجزيره مثلا ينبسطوا بيه ان هو طلع التاني تمام مش مشكله التالت مش مشكله خلاص حتى متكلمين مع الجهاز الفني كان في نادي الجزيره بقول لهم يا جماعه يعني حاسس ان هو مش عايز يلعب الفاينل يقول لك طب كويس احنا في المركز التاني لا والله في يعني حاله كده يعني رضا يعني بالموضوع لما حط رجله في النادي الاهلي ما تقدر خالص بقى خالص ما ينفعش بيلعب 17 و19 في نفس الوقت حضرتك بيلعب في الايفنتين 17 و19 ياخد دي وياخد دي في يوم واحد ياخد ايفنتين في يوم واحد يعني كان بيبقى عندي مثلا اربع ماتشات في اليوم لمده 5 ايام اول ما كانش يسيب الايفنت لما ياخد الكاس بتاع اول هنا ياخد الكاس بتاع اول هنا خلاص بقى المنتاليتي اتغيرت خالص طبعا خالص فرقت معايا كبير جدا حتى في كل حاجه بقيت الماتش اللي انا داخله يعني انا لو عندي حاجه وكان في بطوله البلاك بول اللي فاتت وصلت دور السيمي فاينل وكنت بلعب عليه فرج
انا حضرت لك دي. دي اللي انا حضرتها لك صح؟ لا دي كان في البلاك بول. فوصلت السيمي فاينل. سنه فاتت. كان مع بول كول. أيوة. شفتيها دي ده مصنف 4 على العالم، هو كان بيلقب بالسوبر مان. صحيح صح. بس هو هنا بس هو كان مقاتل. انا شفت مصطفى، لا انا بتكلم بجد. يعني لا الماتش عمل اكشن كبير جدا. مشكلة بقى مصطفى طريقه الاحتفال طبعا. لا ده احنا لسه دي. لا سياده العميد، ده دي بقى هنجيلها عشان دي كانت هتزعل الانجليز مننا. ده لسه زعلوها فعلا، ده حصل مشاكل جامده جدا. انا بقول لك دي زعلت وفهمونا غلط وحاجات كده جامده. بقى انت كلمني بس عن البطوله اللي جايه. بلاك بول انت عندك في شهر 3 اللي جاي ده، انت متصنف اوريدي 12 على العالم، فهتدخل على التصفيات على طول ما شاء الله عليك. الحمد لله، دي كانت دي نقله، يعني دي حاجه تانية. انا دايما كنت باجي من ورا عشان اخش البطوله، طبعا بيبقى جهد كبير قوي، بخش يعني بكسب واحد وفي الثاني في الثالث، بقى اخش يعني العب عادي بقى من الادوار الرئيسيه، فطبعا ده بيبقى جهد كبير، بس كنت بكمل الحمد لله. فاول بطوله ليا كتصنيف، واخش يبقى في ناس قبلية لسه هلعبهم، فدي طبعا بتخليني جاهز احسن بشكل كبير، وان شاء الله يعني ان شاء الله عيني على البطوله، وان شاء الله نسعد جماهير الاهلي كلها يعني. يا رب. احنا مبسوطين قوي بقى في حاجه حضرتك، ان احنا شعبيه السكواش كانت في الفتره الاخيره كده متراجعه من اي كابتن احمد برات. فمصطفى الحمد لله الفتره اللي فاتت حتى في الاهرام لقينا جمهور النادي الاهلي راح وراه في الهرم. كانت حاجه يعني احنا كنا مبسوطين جدا بيحضر جداً ناس جداً كتير، ان في ناس بقت تحضر وناس بقت تشجع وفي عز الكورونا، وكانت في ناس حاضره وناس بقت تفهم في السكواش، يعني كان الموضوع صعب، فلقينا الناس بقت تتفهم الموضوع، ويلا مصطفى وهدي يا مصطفى وخلاص، يعني كانت حاجه حلوه ان احنا مبسوطين ان الروح دي رجعت تاني برضو لعبه السكواش، وان ابتدى العصر اللي هو الذهبي اللي كان قديم ده يرجع تاني، ونبتدي نشوف جماهير بتحب اللعبه. فدي حاجه كويسه. بتشوف ده سياده العميد انه في دلوقتي اولياء امور او اسر ابتدت تهتم ان ممكن ولادها تلعب حاجه تانية غير الكوره، يعني حتى مش شرط سكواش، اللي هو سباحه، اي لعبه يعني من اللعبات اللي موجوده، ما احنا عندنا 100 لعبه. بص بقى، طول ما حضرتك عندك ابطال في لعب مش شرط في الكوره فقط، يعني ما الكوره برضو يعني حد ما شاف ان هي التارجت بتاعها في العالميه برضو، يعني عندنا ناس تانية كتير في العاب فرديه بتعمل حاجات كتير قوي لمصر، بتوصل تبقى نمره واحد اولمبيكس وحاجات كتير قوي يعني، ممكن وبيرفع اسم مصر يعني. بس انا محتاجه اشوف هنا قدوه، يعني محتاجه اشوف واحد طبعاً. زي مصطفى، زي بجرامي، اشوف واحده زي فريده عثمان، يعني محتاجه اشوف ناس مصر تمثل لي قدوه فتغير لي اتجاهي كبير قوي يعني. هي دي اللقطه اللي كان عليها الحديث كلها اللي فاتت دي، اللي هي يعني انت كل ما بتلعب وبتكسب بتقلع التيشيرت، وده شغل كوره مش شغل سكواش ابدا. دي حقيقه. انت عشان خاطر طبعا. لا هي دي بجد، الناس دي كلها كانت موجوده في الاهرام، كله كان موجود. الروح اللي كانت في الماتش ده كانت غير طبيعيه. بص عليك الناس، بص عليك طبلة الناس وكله كله ازاي يعني. اللحظه دي لا تصف الصراحه، وانا يعني ساعتها بتقلع التيشيرت ليه؟ ما تحسش بنفسك ولا ده يعني بيبقى تلقائي كده يعني؟ ما هي جت تلقائي، هي اول مره جت تلقائي. تاني مره يعني اللي هو عند خلاص انا هعملها. انت بتاخد لفت نظر صح؟ مش لا مش بيلفتوا نظرك في الموضوع ده يعني؟ هي طالما ان احنا الايرادات بتاعه الكورونا والكلام من ده، ما حدش فيش تلامس حصل والكلام من ده، وانا شايف ان البي اس اي هم ابتدوا كمان الامور بالعكس، يعني بينبسطوا ان في شعبيه كمان تسكواش بتتنمى عالميا، مش كمان على سبيل المحل، ابتدت الاولاد والناس بره يعني يقلدوا طريقه الاحتفال سواء هنا او هنا. حاجات دي مش زعلانين من قلع التيشيرت، هم زعلانين من دي. قول لي بقى دي، استنوا قبل ما نجيب الصوره اهي اهي، دي خلت بعض الناس اللي مش فاهمه ان انت بتحتفل على طريقه مؤمن زكريا. طب افتكروا ان هي يعني ان ياخدوها على الناس. ايوه دي حقيقه. سياده العميد بقى قول لي عملت لك بقى مشاكل؟ لا مشاكل كبيره جدا، ده الميديا كلها العالميه الميديا كلها العالميه بتتكلم على الموضوع ده، يعني ما هو برضو خلي بالك حضرتك انت يعني بتكوني متفوقه في لعبه، والتفوق ده بيجي مثلا على ايرلندي على انجليزي على 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 برضو يعني الرياضه لما بتكون ليكي ما حدش بقى ناقص منك وعد، ما خلاص بقى شايفين ان انت عديتي وخسرتي، وان عندك 19 سنه بتلعبي ناس عندها 27 28 سنه نجوم ومنافسين على العالم طبعا. فبيحصل الناس دي لها شعبيه برضو بره وراها جماهير كل ده تاني عالم يعني. هو واخد في بطوله العالم الاخيره، خد تاني عالم،
فانا ان انا اكسبه هنا كانت طبعا حاجه صعبه. الناس مش ناقصه بقى احتفال ولا ناقصه الناس متغاظه اصلا. الناس متغاظه اوريدي فهي مش ناقصه. هنقول لك انت بتعمل ايه وده ايه الحركه اللي بيعملها دي بعدها ايه كتبوا ايه عليك كتبوا ايه كتبوا ايه الطريقه دي ايه وهو بيعمل كده ليه ودي معناها ايه احنا عايزين نفهم هو بيتريق علينا يعني ولا بابا هو اللي بيتابع الحاجات دي انا ما يعني طبعا احنا بعدينه عن الموضوع ما هي خلاص. عملت مشكله لوالدك مش ليك انت يعني لا انا مش بارك لي يعني انا بعملها وخلاص ما شاء الله انا بقول لك الناس المصريين يعني احنا كتبنا ومصطفى طلع كمان وضبنا له يعني تصريح يطلع يتكلم بي اس اي اللي هم اداره بتاعت منظمه المحترفين وعمل حديث ظريف كده لمده ربع ساعه ثلث ساعه شرح الموضوع وشرح الموضوع المشاعر بعد الماتش حصل ايه وان دي الطريقه دي كلنا احنا في النادي الاهلي بنعملها لان ده عندنا كابتن مؤمن ربنا يشفيه ويعافيه وبيعاني من ايه واحد اثنين ثلاثه فاحنا متعاطفا معاه كلنا وحط لهم صور بتاعت كابتن محمد صلاح وصور بتاعت النادي الاهلي كلها الالعاب كلها بيحتفلوا بالطريقه دي بنحتفل بالطريقه دي فالناس الناس تفهمت كويس قوي يعني الموضوع وحصل ريلاكسيشن ويعني الحمد لله انا ما يهمنيش اي حاجه مهمه احنا سبورت كابتن مؤمن يعني انا جاي على بالي ان انت صاحبه او في صله قرابه او يعني جاي على بالي كده لو انت كل النادي الاهلي بيقعدوا يعني في النادي الاهلي تلاقي ناس في الجيم الباسكت والفولي والكوره احنا قاعدين في الجيم ساعات لما قاعدين في الجيم كلنا مجمعين في الماتش الاهلي ما سواء احنا بنتمرن ما لا كله خلاص كله ساب التمرين بيتفرج على ماتش الكوره يعني احنا بالنسبه لنا يعني انا بالنسبه لي انا شايف ان اللعبه الكوره رقم واحد انا هتفرج دول اللعيبه دي رقم واحد انا عايز اشوفها في النادي هي دول فعلا كيان النادي فانا احب اشوفهم اشوف قفشه اشوف مين من نجوم النادي الاهلي بيعجبك انا بحب مروان جدا مروان محسن بحبه جدا ليه بحبه جدا بيلعب يعني دوره مهم جدا في النادي الاهلي فعلا دوره مهم جدا في النادي الاهلي في ضغوطات بيشوفها كتير جدا بس انا يعني بحب النوع من اللعيبه دي اللي عليها ضغوطات بيثبت نفسه انا متاكد ان هو هيثبت نفسه في اللي جاي ياما ثبت نفسه مروان ولسه هيثبت نفسه يعني في مره كان في ضغوطات عليه كبيره جدا وكلام على السوشيال ميديا وكله جاب جون في الدقيقه 95 ساعتها انا نطيت يعني انا فعلا سالي هو في البيت انا نطيت يعني خلاص كنت هعيط جاب جون في الدقيقه 95 مع الاسماعيلي تقريبا جون الشناوي لعبه وهو راح شايطها جابها جون يعني انا طبعا كلاعب الناس ممكن ما تفهمش الحته دي ان كلاعب يكون عليه ضغوطات كبيره وبيتهاجم بالمنظر ده الناس ممكن ما تقدرهاش لكن هو لو عاش وشاف المنظر ده ولعب كوره وشاف يعني لعب اي رياضه عامه وعليه الضغوطات دي مش هيقدر يستحمل الربع اللي هو اي حد بيشوفه علينا من الضغوطات دي فلما بيجي يعمل حاجه ويجيب جون في وقت حاسم او يجيب جون عامه ده حاجه الشناوي لما عمل كصانع العاب وراح هو مدخلها ده كان الموسم اللي فات الموسم اللي فات شكرا ماتش ايه بقى لا الماتش ده الدقيقه 95 على اخر لحظه بعد كان التايم خلص انا نطيت في البيت يعني انا نطيت ورحت وجيت كان اهلي وجون اهلي وجون الاهلي وجون فانا احب اللاعب اللي هو عليه ضغوطات ده يعني احبه جدا احب انا اشجعه بكل يعني انا متاكد ان اللعيب ده في منتخب مصر موجود بيشارك بشكل اساسي في الاهلي بيشارك بشكل اساسي المدربين ادرى بيه مش اي حد ادرى بيه المدرب هو بتشوف انت الانتقادات النهارده اللي بتتوجه له ازاي خاصه انت عارف وانا عارفه انه ممكن لاعب يتاثر بيها انا يتاثر صح ولا لا عامه احنا الضغوطات مش جايه من جمهورنا جايه من جمهور الاخرين المنافسين طبعا ده اللي بيوصل وعايز يعمل فتن ما بيننا لكن فعلا انا شايف ان هو طالما مدرب مقتنع بيه مدرب منتخب مصر مقتنع بيه يبقى انا لعيب جامد يعني ليه انا العب في منتخب مصر والعب اساسي وليه العب في ناديه اساسي وما بقاش كويس انا لازم ابص لنفسي انا قدراتي انا اللي موجوده فيا انا يعني لا انا طبعا الضغوطات اللي بتعرض لي مش عايزه يبص ليها خالص ان شاء الله هيبقى احسن في اللي جاي هو كان تعرض لاصابه كبيره جدا ورجع وثبت نفسه بوضوح وكان كل ماتش مع النادي الاهلي وكان برده مع منتخب مصر اساسي فمش عايز يبص ورا الحاجات دي احنا كل جمهور الاهلي بيدعمك كل اللعيبه عندنا في السكواش في اي لعبه في النادي بيدعمك وان شاء الله هيكون يعني في التوب سون وهيبقى يعني هيظل برده احسن مهاجم في مصر باذن الله باذن الله
ايه رايك في العقل كلام مظبوط جدا طبعا. لا عقل يعني عقل قوي قوي قوي. صحيح. هو مصطفى اتعرض طول عمره بيتعرض لضغوط، نمره واحد دايما بيتعرض لضغوط، اتعرض لحاجات مشابهه سياده العميد عانت فيها معاه. طبعا طول عمره طول عمره دايما نمره واحد تعرض لضغوط، بس هو سنه صغير يعني لحق اتعرض لضغوط 19 سنه يعني لحق. هو ده حضرتك اللي خلاه باذن الله يعني احنا وصلنا المكان اللي احنا نوصل ان احنا نمره 12 العالم واحنا عندنا 19 سنه في ظل كمان الكورونا يعني البطولات واقفه. طبعا فانا عايز تبقى احسن 12 عالم في المحترفين وتاخدي بطولتين عالم مش من فراغ، لازم يكون في ضغوط، ولو ما كانش اتعرض لضغوط ما كانش هيستحمل ان هو ولا هيقدر يجيب التارجتات دي كلها. لازم لان اللعبه تف وجوه موضوع صعب وهتضغطي وحكم هيضغطك واللعيب هيضغطك، اصل ما حدش فاهم دوره في الملعب ايه يعني. طالما المدرب مقتنع بيه هو دوره كده يعني، هو مدرب يقول له نفذ كذا هو ينفذ التعليمات المدير الفني. طالما انا اساسي ومشارك بشكل اساسي للمنتخب، لو مشيت ابقى انا مؤثر او حاجه حصل، لكن هو طالما بيلعب اساسي هو اساسي. فانا الضغوطات اللي انا شايف اللي هو بالزياده دي مش مننا احنا، وعمر ما جمهور الاهلي هي حتى لو لعيب بيأدي بشكل مش طبيعي او في حاجه يعني، عمر ما جمهور الاهلي هيعمل كده. فالاشاعات اللي طالعه دي جايه من جمهور طبعا ناس تانية، فانا يعني كل السبورت ليه، وان شاء الله يعني كمان مؤمن يرجع ان شاء الله ويكتمل ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقه ويكرمه ان شاء الله ان شاء الله. شايف حظوظنا في العشرة ايه يا سياده العميد؟ ان شاء الله خير يا فندم باذن الله، ربنا كريم زي ما ربنا كرم في التسعه اللي فاتوا ويكرم في العشره اللي جايه ان شاء متفائل؟ الله. متفائل جدا. متفائل جدا. لا انت متفائل انا عارفه. ان شاء الله لسه بدري قوي. لسه بدري قوي. سياده العميد الاهلي قادر يرجع وبدري قوي الدنيا، وان شاء الله الامور هتمشي في السياق عادي جدا باذن الله. احكي لي اخيرا بقى، لما قابلت اسطوره اللعبه الباكستانيه جاهنشار خان، طبعا قول لي بقى برضو قال لك ايه؟ لا يعني اي واحد يحلم يقابله يعني. طبعا انا كنت في اللعبه دي انا هو ما كانش جاي. طب لا حققت 10 مش عارف العالم 8 قياسي يعني. هو ما كانش جاي، هو كان عامل عمليه وما كانش جاي، فاحنا طبعا كنا زعلانين. احنا اتفاجئنا واحنا هناك قالوا لنا احنا عامل لكم فجاه جانشر جاي. طبعا يعني انا ومحمد خلاص احنا محمد انا وهو الشربان. بنمسك انا وهو فين التليفونات على طول عايزين نصور معاه باي طريقه. فلا اسطوره من اساطير اللعبه باكستان، تربعت على عرش الاسكواش الحمد لله، احنا خدناها بعد فتره كبيره جدا. وممكن تتقلب في اي وقت، احنا اللي احنا فيه ده ممكن كفتره زمنيه مؤقته وتتقلب يعني، عمرنا ما هنلاقي كل المصريين اللي موجودين في الشكل ده بالشكل ده. ان فعلا الدول ابتدت تكبر يعني، دول ابتدت تتحسن، دول ابتدت تيجي تاني تفوق باكستان. المستويات تفوق. اختلفت بالظبط. طبعا باكستان باكستان اتربعت على 10 يعني، احنا من 10 سنين او 20 سنه كان في 8 استراليين في التوب 10. فده كان نفس اللي احنا فيه ده. هي. احنا في الفتره الزمنيه دي. فطبعا لما قابلت طبعا يعني جانشر دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، وان انا اتكلم معاه وكفايه ان هو يقول لي بس انا شفتك وشاف اللي حاضر لي 3 ماتشات ورا بعض. شاف لك اللي عامل قلق يا مصطفى. والله هو عامل قلق يا سياده العميد. هو عامل قلق يا سياده العميد من ساعه ما دخل. قول انت بتعمل حاجه تانية غير الاسكواش؟ ما عندكش اي مواهب تانية؟ فيفا والله دي خناقتنا على فيفا كل يوم. بس فيها بشكل بقى احترافي يعني. بشكل احترافي، داخل الموضوع احترافي شويه. فطبعا خناقات بقى بالليل بقى عشان تلعب بتاع. لا والله. طب انا عايزاك تقول بقى للتليفون ده الو وانت تعرفه ونشوف ودانه بقى موسيقيه ولا لا، بيعرف يغني ولا لا كده يعني. قول الو. الو. الو مبروك يا فاز. كاتشانا حبيبي كاتشانا. شكلك بتغني. شكله بيغني يا سياده العميد صح؟ كابتن امير وجيه المدير الفني طبعا ومكتشف المواهب، ارحب بيك ومنورنا. اشكرك جدا على المداخله الجميله، ومبروك لمصطفى، مبروك لمصر والنادي الاهلي، ودايما ان شاء الله رافع راسنا. كابتن امير وجيه اسطوره الاسكواش كمان طبعا صح؟ اسطوره طبعاً. اللعبه دي كابتن امير يعني انا حلم ليا كنت اتدرب معاه مش لما رجع لمصر. واول حاجه قلتها لبابا انا نفسي اتمرن مع كابتن امير. كابتن امير بجد يعني ده الامير حقق مع المنتخبات المصريه ما لم يحققه اي مدير فني في اي دوله على مستوى العالم
محدش قدر يضاهي في اي رياضه. كابتن امير اللي زي كده حضرتك لما اتكلمنا على جانشر في حته البطولات اللي حققها جانشر كلاعب، كابتن امير على مستوى الاداره الفنيه ومدير فني منتخب مصر حقق ما لم يحققه اي مدرب اخر على مستوى العالم وفي اي رياضه اخرى. كل البطولات المصريه، كل قصدي البطولات العالميه، يعني كل البطولات العالميه، البطولات العالم كلها ما شاء الله لمصر كابتن امير. كابتن أميرة، نعرف أن اللعبة دي لها شقين عشان تبقى شاطر فيها أو محترف فيها، شق بدني أو فتنس ليه علاقة بالفتنس، فأنت يعني بتتمرن كتير قوي فبتجيب أو بتبقى رقم واحد في اللعبة دي، أو تبقى بتلعبها بحرفنة، يعني أنت كده يعني عندك الموهبة دي باينة عليك من الأول. مصطفى عسل إيه؟ من أي واحد في الاثنين؟ هو ميكس، عنده الاثنين الحمد لله. ما هو اللعيب اللي بيبقى طبعا وهو صغير طالع اللي هو عنده زي ما تقولي كده بيقولوا يعني موهبه سابقه سنه، هو بيبقى عنده الاثنين، هو مصطفى عنده التالنت وعنده يعني ميكس ما بين رامي عاشور وشبانه على كريم درويش وشرباج، واخد من ناحيتين الفتنس والموهبه، وده اللي مخليه في سن صغير ان هو يعني مميز، بجانب بقى طبعا المجهود الكبير اللي اهله بيبذلوه معاه. وانا طبعا دايما اولياء الامور بشكرهم على المجهود الكبير. انت مش عارفه العميد ده محمود ده اخويا وصديق عمري، يعني هو متفرغ تفرغ تام لمصطفى ومروان اللي احنا بنعد بقى يبقى بطل العالم يا رب ان شاء الله. خلي بالك يا مصطفى انا بمرن لك مروان عشان يعني بعمل لك مفاجاه والله. متفائلين بيك يا كابتن، يا كابتن امير متفائلين بيك ان شاء الله مع مروان دايما، يعني ان شاء الله مروان هو يعني طبعا قدامه مصطفى مثل اعلى، وبنحب نحط فيه يعني خبره كبيره من دلوقتي عشان خاطر يبقى متحمس، وان شاء الله باذن الله يعني مصر دايما ولاده. هتبص تلاقي مثلا شوربا جيتر مؤمن رامي عاشور جه شبانا جه من قبلهم بره ده فيه عمر كريم عبد الجواد صح؟ كريم عبد الجواد طبعا انت حده اسامي كبيره جدا جدا جدا، وكريم درويش. بس تلاقي ايه دايما الحمد لله يعني في تواصل اجيال وفي طبعا مجهود كبير ورا الكواليس بيتبذل. بشكر مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي على دعمهم طبعا كبير للرياضه بصفه عامه والسكواش ومصطفى بصفه خاصه، وان شاء الله هو عند حسن الظن، هو يعني احنا عايزين نشوف ان شاء الله على قمه السكواش. بس قلقانين على الحته اللي تحت يا كابتن امير. طبعا هي هذا شغل كبير، وعشان كده الحته اللي تحت احنا قلقانين عليها. ايه الحته اللي قطاع الناشئين حضرتك من تحت؟ احنا دلوقتي عندنا الاعمار كلها في الحته القداميه بصفتي انا مش بصفتي ولاد مصطفى خالص، انا بصفتي راجل بقى يعني السكواش ده بقى في دمنا خلاص غصب عننا طبعا. خلاص الاعمار عندنا في اللعيبه الكبار دلوقتي كله حضرتك من 29 30 31 33، فالدنيا بتسحب لفوق. قاعده الناشئين بقى دي هي اللي عايزه يحصل فوكس عليها تاني عشان نفضل متربعين على اولويات برنامج الانتخاب ان شاء الله كرئيس اتحاد كوادم ان شاء الله باذن الله. الجونيور بروجرام لازم يبقى اقوى من كده بكتير، ونشر الملاعب اكتر من كده في اماكن بكتير. طبعا احنا بدانا المشروع القومي وعندنا الحمد لله دلوقتي بورسعيد ومركز شباب الجزيره اكتر من 450 لاعب، بنحاول نوصل ان شاء الله لثمان محافظات لسه السكواش ما وصلش ليها باذن الله. وبشكر الدكتور اشرف صفا الوزارة على مجهود الكبير في نشر اللعبه، فان شاء الله دي هتبقى الخطط اللي جايه اهتماماتنا الاولى. وكابتن امير عامل حاجه كويسه قوي حضرتك، يمكن كان ده حلم انا اعتقد ان هو بيتحقق على ارض الواقع دلوقتي. دايما يقولوا على لعبه السكواش دي لعبه يعني اللي هو الاثرياء الناس اللي هي يعني المقتدرين، فهم حققوا حلم ما كانش في حد يعني يتوقع ابدا ولا حتى في اي دوله على المستوى العالم ان هو يتعمل. ده دخلت ضمن اطار المشروع القومي اللي اتفضل السيد الرئيس بالموافقه على ادراج لعبه السكواش دي عن طريق السيد الوزير برضه في العرض على سيادته، وتوافق ان السكواش تخش ضمن المشروع القومي تبنات الدوله كلها. فدلوقتي حضرتك عاملين كذا فرع في كذا محافظه، يخش روح الصعيد، بيروح وجه بحري، بيروح وجه قبلي، بورسعيد، يكتشفوا المواهب، يكتشفوا المواهب دي. طبعا كابتن امير يعني عامل دور جامد جدا ومتبرع بدوره ان هو يعني يخش جوه المشروع مش بصفه يعني رسميه، راجل داخلها بصفه تطوعيه مشرف ويدير الدنيا بنحب في السكواش، المضارب، الكور، الحاجات كلها هذه كلها وفروها اقل حاجه باقل حاجه بيشتغلوا وفروا الكلام ده كله. وبعدك تشوفي دلوقتي نفسي بقى كابتن امير في يوم يجي يقعد يعني مع حضرتك والمشروع القومي اللي بيحصل ده يطلع على النور يشرفنا ونفتح الملف ده مهم جدا يا كابتن، لان في ناس دلوقتي
في يعني أباط وأمهات ممكن يكونوا بيتفرجوا وشايفين مستقبل ولادهم، ليه لا ما يكونوش زي مصطفى وميت واحد زي مصطفى؟ لا ليه؟ لا والأعمق والأعمق بقى من كده كمان إيه؟ إن أولاد الشهداء من السادة الضباط القوات المسلحة ومن الشرطة و دول ليهم حق إن هم الأولوية بيمارسوا. وفي فعلا يمكن التأمير بقى مع الأعداد والأرقام ندخل المشروع ده يعني والله من غير أي تكاليف. أنا ما أعرفش بسمع إن التايم مش عارف التايم بخمسة جنيه، حاجات بقى من اللي هي إيه مقرش ساخن بتوع زمان دي ما بتحصلش، بيحصل دلوقتي على أرض الواقع، دي حقيقة. حلو ده قوي. يعني ال 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 أنا أول مرة أعرف المواطن المصري يقدر دلوقتي يلعب سكواش مش عارف بخمسين جنيه في الشهر. طب يا كابتن أمير توعدنا إنك تشرفنا هنا في البيت الكبير وتقول لنا ده ممكن يتم إزاي؟ ممكن أي حد بسيط بيتفرج علينا دلوقتي وعايز ابنه يدخل في اللعبة دي، شايفه موهوب اللعبة دي والأسماء دي مصطفى ومحمد وأخو محمد، يعني فتحوا الدنيا إن يعني خلاص في لعبات تانية، في حاجات تانية غير الكورة، فليه لا؟ إحنا طبعًا ده توعدنا يا كابتن. طبعا انا اوعدكم، ده يشرفني طبعا دايما ابقى معاكم في قناه الاهلي. طبعا انا كابتن مصر النادي الاهلي، وطبعا انت عارف انا بعشق الاهلي، فطبعا نتمنى طبعا المشروع ده يطلع للنور، وان طبعا دور الاهلي الوطني دايما بينشر وبيساعد طبعا المشاريع ديت وبقوه، سواء اعلاميا او يفتحوا لنا ملاعبهم في اي وقت، وبنقدر ان احنا يعني ده هو ده الدور النادي برضه، مش بس على مستوى النادي لا على مستوى الدوله ككل. فالمشروع دوت الحمد لله رب العالمين طلع بقوه جدا. احنا في مركزين بس عندنا اكثر من 430 لاعب ولاعيبه، المفروض ان شاء الله في 8 محافظات هنوصل لاكثر من 3000 لاعب ولاعيبه، فان شاء الله ده هيكون كله بيعود للمنتخب فايده وعلى مصر. وزي ما العميد محمود قال ان اللعبه بقت دلوقتي مش لعبه الاغنياء وبس الصفوه، لا احنا الحمد لله يمكن في بورسعيد التايم سكواش 45 دقيقه سكواش واللياقه ب 11 جنيه، ده يعني مش معقول ان انت تلاقي حاجه فرصه دي بره ده بتوصل 300 400 جنيه بتتمرن مع احسن مدربين موجودين حاجه بسيطه. لسه يا فندم انا كنت بتنسيق مع كابتن امير بكلم العمده طلعت اللي في مدينه اسنا اللي هي البلد بتاعت والدته، والله قلت له قال لي انا عندي في مركز شباب في اينا، هنكلم السيد المحافظ محافظ اسوان وعايزين يلا ننتقل مع كابتن امير الصغيرة نطلع والشباب نشوف الدنيا هناك ويخلي الناس تنبسط والناس تفرح والناس تشوف الدنيا. وقلت له حقلك عليا ده مشروع قومي زي ما انت قلت ست العميد، انا بشكرك مصطفى ان هو قريب من سن الناشئين، فدايما بيبقى الاولاد الصغيرين مرتبطين. انا بشكرك يا كابتن امير، بشكرك جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله قريب نكون مع بعض باذن الله. لازم مهم قوي نفتح الموضوع ده. شكرا جزيلا ليك كابتن امير وجيهه. كلمه في الاخر تحب تقولها مصطفى واحنا بنختم معاك؟ بحب والله اشكركم يعني على الحلقه الجميله دي، وفخور ان انا هنا يعني طبعا يعني مجلس الإدارة بشكره جامد جدا على الدعم الكبير ده ووقفته ورايا، وطبعا كابتن خالد مرتجي وكل سبونسر بتاعي حديد عز وكل الناس يعني بجد بشكرهم على الدعم الكبير ده، وطبعا جماهير الأهلي ودايما الأهلي رقم واحد والعشر أهلي إن شاء الله. يا رب يا رب يا مصطفى إن شاء الله. أشكر بس حضرتك بس كابتن ناصر زهران اللي هو كان السبب في إن هو مصطفى يجي وحط عينه عليه وجابه، وكابتن شيرين عادل اللي هو دلوقتي المتولي في النادي الأهلي برضه، يعني عشان بس نسيب الفضل يعني لأصحابهم يعني إن شاء الله. سيادة العميدة بشكرك جدا جدا، الله يخليك شرفتنا، الله يخليك ميرسي على مصطفى بجد واخوه كمان. خلاص ابنكم بقى دلوقتي من النادي الاهلي مش ده يعني ده مشرف مصر يعني ده مشرف مصر فعلا. كابتن بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ ميرسي والله شرف ليا والله. انا مصطفى بشكرك جدا جدا شرفتنا، كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. احنا اتشرفنا بحضرتك ميرسي جدا وسعيد جدا كنت بحضرتك النهارده. كلك ذوق. شكرا ليك. برحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير. فقره فنيه مميزه، معانا ضيف مميز طبعا كريم سعيد من المحللين العظماء في وجهه نظري، من الناس اللي بتحلل بشكل اكتر من رائع. هنتعرف معاه على يعني تقييمه للموسيماني، خاصه الموسيماني في الفتره اللي فاتت، وكمان نتعرف على يعني ثقافه التقييم نفسه، ثقافه التقييم. بنرحب بك الاول يا كريم، منورنا في البيت الكبير. مساء الخير كابتن هاني، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وهارد لك لينا طبعا الهزيمه أكيد. قدام سيمبا وبتحصل اكيد، مفيش أكيد. ادنى ازمه، المهم ان احنا يعني نتعلم منها ونشوف صحيح. ايه الدروس اللي ممكن نستفيد منها عشان بالزبط. نعوض ان شاء الله الثلاث نقط اللي احنا فقدناهم، والحمد لله احنا فقدناهم خارج الارض وفي ظروف
اللي احنا طبعا اكيد مش معتاد ان احنا نلعب فيها، وان شاء الله باذن الله باذن الله الفتره الجايه نعوض ونتاهل زي بالظبط ما حصل السنه اللي فاتت لما خسرنا في اول جوله قدام النجم الساحلي. صحيح. والحمد لله بعد كده تدركنا يعني الامر ووصلنا لغايه الفاينل لغايه لما خدنا البطوله. محطات كتير دايما بتمر. نعم. بطريق البطوله كريم، ودايما طريق البطوله طويل. نعم. مشوار صعب البطوله. نعم. الافريقيه مش بطوله سهله. طبعا. فيها فرق كبيره جدا ومشوار البطوله طويل، ولكن انك تتكعبل في الاول احسن ما تتكعبل في الاخر. اكيد وبتتعلم. صحيح. أكيد. صحيح. أكيد. اكيد. طيب قبل ما نتكلم على التقييم العام عايز اكلمك على ثقافه. نعم. حتى هنا مش هقول مصر، على أي. المستوى العربي. نعم. ثقافه التقييم نفسها. أي. انت شايفها ازاي بالنسبه للجماهير الكره عامه في الكره. نعم. العربيه وخاصه في مصر يعني. طب وطبعا اكيد موضوع التقييم بيبقى محبب جدا عند الجمهور، لان انت اكيد بتقول رايك، بتحب المدير الفني ده، بتحبش ده، بتحب اسلوب اللعيب ده، بتحبش اللعيب ده، وبالتالي اكيد التقييم كلنا بنحب التقييم، لان احنا كلنا بنحب الكره، واللي بيحب الكره دايما بيحب يقول رايه اكيد، وبيحب دايما يدي درجات بس، وانا بحب دايما الارقام، يعني الارقام دايما بحس ان هي الوسيله اللي بتخلينا نقف على الارض، يعني قريبين جدا من الارض. وبالتالي التقييم عندنا يا كابتن هاني تقييمين، تقييم مؤقت او لحاجه معينه، وتقييم شامل، تقييم جزئي وتقييم شامل. مثلا المباراه الاخيره الاهلي وسامبا، احنا في المباراه دي بنقيم مباراه النادي الاهلي وخساره النادي الاهلي امام سامبا في الجوله الثانيه لدوري ابطال افريقيا، ما بنقيمش تيم النادي الاهلي او جيل النادي الاهلي بشكل عام، لا احنا بنقيم المباراه دي بظروفها بحالها فقط. وبالتالي تقييمنا الموسيماني او بنقول راينا في المباراه هو في اداره بيتسو موسيماني للمباراه دي على وجه التحديد. وما ينفعش اهو بكلام واضح، ما ينفعش ان احنا نخرج من التقييم الجزئي في المباراه عشان نقيم الراجل بشكل عام، لسبب بسيط جدا، من قيمه اسبوع او 8 ايام 90% من الناس اللي بينتقدوا كانوا بيشيدوا بالراجل بعد اداء مباراه المريخ السوداني. احنا نفسنا هنقول نقاط ايجابيه كتير، قلنا نقاط ايجابيه كتيره جدا بعد مباراه المريخ السوداني. اكيد في حلقه النهارده مش هنقدر نقول هذا الكم من النقاط الايجابيه اللي حصل اخطاء وحصل مشاكل، وبالتالي لازم اللي بيقيم يبقى فاهم الفرق ما بين الاثنين. قيم الماتش مفيش مشكله، لكن ما تقيمش بشكل عام، لان تقييم بشكل عام ده غير عادل، لان انت طبعا اكيد متاثر بالنتيجه وبالشكل اللي احنا شفناه في مباراه سيمبا، وكان في طبعا اخطاء كتيره سواء من المدير الفني او من اللعيبه او من الاداء الفني، يعني في حاجات كتيره جدا هنتكلم عليها. بس انا بتكلم في جزئيه التقييم، دايما ثقافه التقييم في مصر، يعني لما وانا كنت بتكلم معاك يمكن. نعم. بنتناقش كده وبنتكلم ان تقييمنا كمان على مستوى اللاعبين، مثلا لعيب ظهر في الدوري المصري او ظهر بثلاث اربع مباريات، احنا عندنا النجم. نعم. الصاعد بسرعه الصاروخ، وبنبدا. نعم. نكبر الامور. طب. بشكل، ولو طب. مدرب على نفس المنهج. نعم. مدرب لعب مباراه كويسه قوي بنكبر، ومباراه خسر فيها يبقى وحش، والكلام ده ممكن يكون فارق الزمني بيه قليل جدا. الجزء الثاني عامل السوشيال ميديا مأثر كمان على خلفيات كتيره جدا جدا يعني. أكيد. فالسوشيال ميديا طبيعي جدا اي حد ممكن يقعد على السوشيال ميديا يقول رايه في المدير الفني او بلغه الكوره كده يقطع في المدير الفني، وبالتالي ممكن يبقى في نوع من انواع التشويش شويه الفني على اداء اذا كان مدرب اذا كان لعيب او على اداء الفريق كجماعه يعني. هو طبعا اكيد قطاع الجمهور له الحق تماما ان هو يقول رايه زي ما هو عايز، كل واحد حر تماما في وجهه نظره يقول اللي هو عايزه، بس احنا طبعا بنتكلم النهارده كناس بتحب الكوره، وحتى مش هفرق ما بين خبراء في الكوره والناس مش خبيره في الكوره، لا عشان كلنا بنحب الكوره، بس العقل بيقول انا النهارده لازم وانا بقيم افرق ما بين التقييم في مباراه والتقييم العام. التقييم العام اتعودنا نهايه البطوله النادي الاهلي، هو حتى يعني المنظومه كابتن صالح سليم كان دايما يقولها، التقييم اخر الموسم، بنقيم اخر الموسم او بنقيم بعد فتره ما فيش مشكله، حتى لو عندنا ازمه والازمه تكررت لشكل يعني بمسافه طويله ممكن نقيم هنا، لكن انا ما اقدرش اقيم مدير فني بشكل عام لمجرد خسر مباراه، ونفس الامر كل الجميع تعرض لنفس الموقف ده قبل كده، ريني فايلر تعرض للموقف ده مرتين، مره مع النجم الساحلي ومره مع بلاتيني ستارز في ماتش 1-1 لما تعادلنا، لا برده ما كانش جيد.
مانويل جوزي نفسه يعني الأسطورة بتاعتنا في التدريب ياما تعرض لمثل هذه المواقف في دور المجموعات، مع خلاف طبعا دور المجموعات ساعتها كان أقوى، كنا بنتكلم على دور الثمانية قبل ما يكون دور المجموعات في دور 16. كابتن حسين البدري مع النادي الأهلي تعرض لهذا في الموقف ده كتير جدا، وبالتالي احنا محمد يوسف كمان يمكن في البطولة اللي قبل الأخيرة اللي أقصده دي. ان احنا محتاجين نحط كل أمور في نصابها. صحيح مظبوط، عشان نخرج من الايه من التاسك اللي احنا فيه ده بشيء ينفعنا بعد كده. بالظبط، لان النهارده التراشق او حتى التقييم العام الزائف يعمل مشكله، يعمل بلبله، يعمل بلبله بدون لازمه. ليه بقى؟ لان النهارده معظم طبعا احنا بنقول ان اللعيبه بتتابع السوشيال ميديا والكلام ده بيوصل، وبالتالي انت مش محتاج تعمل يعني ايه ضغط من لا شيء. اكيد طبعا الهزيمه غير متوقعه على الاطلاق، غير متوقعة على الإطلاق، ولكن حصلت. المفروض بقى أنا أقعد أعمل إيه؟ أقعد أمسك في الهزيمة دي وأتكلم عليها مليون سنة وأنا عندي ماتش دوري يوم الأحد، وبعد كده عندي فيتا كلوب، بعد كده عندي الإسماعيلي، بعد كده عندي فيتا كلوب ماتش إلهاب. لا، لازم نتعلم حاجة. حاجة حصلت خلاص، قيم وحلل وخد الدروس، اقفل وكمل مشوارك. مظبوط، وده حصل كمان على نفتكر كلنا وجماهير النادي الأهلي بتفتكر الهزيمة من صن داونز 5-1. نعم. وكان ده كان كمان انطلاقه لتعهد اللعيبه ان البطوله الجايه او النسخه الجايه هتكون داخل جدران النادي الاهلي. نعم. وده حصل يعني في محطات كتيره جدا، وزي ما بقول وانا من خلال تجربتي كلاعب بيبقى في محطات شويه في النص يعني بتبقى فيها اخفاق شويه، لكن هي دي اللي بتنقلك وبتاخدك او بتفوقك بمعنى اصح انك تكمل مشوار، وان تعرفك ان المشوار مش سهل، المشوار طويل ومشوار صعب يعني طبيعي. وحتى انا افتكر يعني مع مستر مانويل جوزيه حتى في الولايه الثانيه له، وهزيمه النادي الاهلي في نهائي كاس مصر قدام نادي المقاولين في المباراه اللي لعب فيها كابتن شادي محمد حارس مرمى في الوقت الاخير، ساعتها كانت يعني مانويل جوزيه خسر بطوله، لكن دي ما فيتش خلاص مفيش مشكله نكمل ونحسن الفريق ونكمل مشوارنا عشان احنا عندنا تارجتس كبيره. وفي نفس الوقت برضو نقطه مهمه، الهزيمه هي نقطه في المشوار اللي انا ماشي فيه. ما حدش برضو احنا برضو في نقطه مهمه جدا كابتن هاني، مش عايزين نحط ضغط على اللعيبه. مزبوط. ان انت كل مباراه هتنزل تلعبها انت مطالب تكسبها وباداء. لا، ده طبعا تاني مش ببرر خالص، وحتى كلامنا بعد شويه مش هيبان خالص، ودايما الجماهير بتحب ولكن يعني الجماهير بتحب تلعب كويس وتادي كويس ونتيجه كويسه، طبعا حقهم يعني. والهزيمه تاني هو والله غير متوقعه على الاطلاق، ولكن رد الفعل لازم يكون بحساب جدا. ليه؟ لان احنا هنا بنقيم المباراه فقط ولا نقيم اداء بيتسو موسيماني. نفس الراجل وهقول اهو، انا احلى ماتش شفته لبيتسو موسيماني فعلا فنيه مع النادي الاهلي مباراه الوداد الذهاب، كانت مباراه امتياز في الاداره الفنيه. مباراه مريخ سونيا برده كان اداره فنيه رائعه جدا، وكلنا هنا عليها مع حضرتك في نقط كتيره جدا. فاحنا عايزين نبقى متوازنين، ولا عايزين نبقى يعني نشيد قوي، ولا لما نيجي نقع نزم قوي. محتاجين ان احنا نقف في النص عشان بس تبقى الامور كويسه، ونتعلم كمان امور تساعدنا في الجولات الجايه. طيب مهم جدا ان احنا كمان نحلل المباراه. نعم. ونشوف زي ما انت بتقول هنحللها من اطار ان احنا بناخد السلبيات وبنحاول نحلها في المستقبل. نتمنى. بنحاول نحل المشاكل اللي عندنا طبعا. وعايز اقول كمان نقطه فنيه كريم، ان لغايه دلوقتي برضو الناس لازم تعرف ان موسيماني يعني ما خدش فترات تقدر تقول طويله، او نعم. مش هقول طويله يعني، هو الراجل حتى ما خدش اسبوعين يقدر يظبط الدنيا بشكل اكتر على المستوى التكتيكي، على مستوى اللاعبين. مش هقول لك ان هو ما يعرفش اللعيبه، لا يعرف اللعيبه، لكن كل مدير فني ليه فكر معين. طب. هو اتكلم على دوت كمان من خلال بعض المؤتمرات الصحفيه، ان هو كان نفسه يبقى عنده وقت شويه ان يبين شغله بشكل اكبر. فدي نعم. نقطه كمان فنيه لازم الناس تحطها في الاعتبار، جاي على بطولة أفريقية نصف النهائي مع الوداد. نعم. خد بالبطولة، دخل على بطولة كاس مصر. نعم. خد البطولة، دخل على البطولة المحلية دولي. وبعدين كاس العالم الأندية. فكل نعم. دي توالي مباريات، ما خدش لسه نفسه انه يقدر عنده مساحة انه كمان يطبق اللي في دماغه بشكل عملي يعني. والله بص حضرتك فتحت نقطة مهمة وحلوة قوي قوي. ايه هي بقى؟ ان المدير الفني زي اللعيب عنده مساحة تطور، بمعنى ايه؟ وعنده مساحه تعلم من الخبرات اللي بيتعرض ليها. بمعنى لما بتجيب لعيب اكيد
مفيش لاعب في الدنيا في اي مشجع في العالم ممكن يديله 10 من 10. يعني كريستيانو رونالدو لغايه النهارده بيطور نفسه وبيحاول ان هو يحافظ على نفسه عشان يبقى في الحته بتاعته. مثلا احنا اتعودنا على رونالدو كتير جدا هو ليفت وينجر. جه في فتره مع زين الدين زيدان لما لقى ان الباور عنده ولياقته ما تقدرش ان هي تخليه يعمل الواجب الهجومي والدفاعي، قال له شكرا بعد اذنك، لو سمحت انا عايز العب راس حربه صريح وشيل من عليا خالص الدور الدفاعي. وحتى لما راح يوفنتوس عمرنا ما شفنا ان رونالدو ليفت وينج، الراجل بيلعب على طول داخل منطقه الجزاء ودايما بنشيد بالجامب بتاعه كل شويه. رونالدو جاب جون بالهيد ليه بيعمل الجامب الحلو؟ فبالتالي انت بتبدا تقعد تشتغل على نفسك وتحلل انت ايه النقط الكويسه عندك عشان تبدا تحافظ على الفريم بتاعك. فبيتس موسيماني حتى لو وقع في بعض الاخطاء، طب ما هي دي خبرات بيتعلم منها ودي نقطه برضه هنحاسبه عليها. يعني دي نقطه مهمه جدا اكيد هنحاسبه عليها. انت تعرضت للموقف ده في ماتش سيمبا، فيا ريت ان احنا ما نكرروش تاني، يا ريت الفكره اللي انت كنت تحاول تعملها مثلا ما نفعتش، يا ريت وهكذا. يعني بالتالي المدير الفني زي اللعيب زي اللعيب وبيمر بكيرفات يعني برضه بيمر بكيرف عالي طبعا. زي ما قلت لك مورينيو كان خليني اقول لك كيرف عالي جدا وبعدين نزل شويه وبعدين دلوقتي مع توتنهام كيرف عالي تاني. صحيح صحيح جوزيه مورينيو مع مانشستر الناس كلها خلاص الراجل ما بيتطورش بالزبط. وخلاص وانتهى الموضوع لغايه لما قدم شكل جديد مع توتنهام. ما هو جوزيه نفسه يا كابتن هاني اول ما جه النادي الاهلي في الولايه الاولى انا فاكر في البدايه هو كان مقتنع تماما بالاربعه ورا، ما بيلعبش بثلاثه، هو هيلعب باثنين مساكين والاثنين فول باكس وهيلعب زي اوروبا. لحد ما لعيبه النادي الاهلي ساعتها او القايمه ساعتها ما كانتش مستعده للشكل ده. اول مباراه لينا في الدوري قدام غزل السويس، مباراه النادي الاهلي ضيع فيها لا يقل يعني على 10 فرص واتغلب 2-0 في بدايه الدوري، وبقت الناس بقى طبعا فاهم بقى اول هزيمه في الدوري بقى يحصل بقى نوع من انواع الشك طبيعي. وبعديها برضه النادي الاهلي اتغلب من الزمالك في الدور الاول 2-1 لغايه ما مانويل جوزيه بدا يغير الطريقه ويلجا الى 3-4-3 ويبدا يعني ايه يتماشى مع الاسلوب اللي ينفع بيه القايمه اللي معاه في الوقت ساعتها، وبالتالي بقت نتائج النادي الاهلي تتحسن. فدي خبرات المدير الفني بيبدا يتعلمها لما بيتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويشوف كمان الظروف اللي بيمر بيها. ساعات هو بيطلب بعض الطلبات من اللعيبه وبعض التاسكات في الملعب ممكن اللعيب فعلا ما يقدرش يعملها لانها يعني طلبات كبيره قوي. مثلا فكره اهو نخش مباراه الاربعه 3-2-1 اللي الناس بتقول ان هي فيها تحفظ، هي ما فيهاش تحفظ. 4-3-2-1 بيلعب 3 في نص الملعب بالظبط. يعني لعبنا 4-3-2-1 اوكي، الطريقه اللي لعبنا بيها هي مش ما اقدرش اقول هي مش هجوميه لا خالص، هي الفكره ان هي في التكليفات اللي انا مديها للعيبه هتخليني اظهر بشكل هجومي ولا لا. جوزيه ياما لعب ب 4-3-2-3-1 ولعب بشوقي وعاشور وحسن مصطفى في نص ملعب بدون بلاي ميكر، حتى كان كتير بيلعب 5-3-2 والناس يقول لك خمسه ورا يبقى ده شكل دفاعي، بالعكس كان خالص ده اكثر قوه هجوميه بالزبط. ده هي الفكره في التكليف. حتى لو افتكر برضه مباراه لمنتخب مصر كنت حضرتك فيها هاف ديفندر ماتش مصر وبوركينا فاسو في كاس الامم الافريقيه 2000 كنا مغلوبين في اول ربع ساعه 2-0 صحيح 2-0. بعد ال 2-0 بدا واضح جدا ان التكليفات والتعليمات لحضرتك من الكابتن الجوهري زيد وطير يعني كمل في نص ملعب بوركينا فاسو، وحتى ساعتها حضرتك جبت جون باكورد كان رائع جدا وكسبنا المباراه دي 4-2. هي الفكره في التكليفات، وبالتالي بيتس موسيماني كان عنده فكره من تحليله لفريق سيمبا وان هو حابب ان هو يعمل كثافه عدديه في نص الملعب. وعايز اقول الشق الهجومي من النادي الاهلي في المباراه دي هو من حاجتين، يعني في 4-3-2-1 ليها نقطتين في الشق الهجومي اتعمل منهم واحده والواحده الثانيه هي اللي عملت لنا الازمه. لو ممكن نبدا بالصور عشان نوري الساده المشاهدين ايه الفكر او فكرتنا في المباراه او بيتسو موسيماني كان عايز يعمل ايه مع سيمبلا، ونبدا بالصوره الاولى. هنشوف ان الصوره الاولى النادي الاهلي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطير فول باك واحد ويثبت الثاني، والفكره دي كان من جزء منها التامين الدفاعي لينا سواء في الهجمات المرتده، لان الناس عندهم تشاما وعندهم الوينجر التاني جاب فينا الهدف اتنين صراع جدا، وكان في قلق ان هم يلعبوا ورا التو فول باكس بتوعنا فيعملوا لنا ازمه، وبالتالي هي عمليه توازن. احنا في الهجوم ما هاجمناش بالاثنين فول باكس الطايرين، وبالتالي كان في تحفظ، وكمان ثلاثي خط الوسط بتاعنا ما كانش حد بيتقدم، واحد بس بيتقدم مع الثلاثي، لكن في الثلاثي الامامي أدى الواجب بتاعه. يعني إيه أدى الواجب بتاعه؟ يعني في طريقة 4-3-2-1 أنت مجبر يا كابتن هاني إنك تلعب الاثنين وينجات نارو
ما يلعبوش فتحي، مش على الخط، بيلعبوا للداخل شويه. للداخل، لو لعبوا على الخط انت كده بتوسع المساحات جدا، انت ما عندكش بلاي ميكر. طيب. وبالتالي هتعمل فجوه. طيب احنا عملنا نص والنص التاني ما عملناهوش، ايه بقى النص التاني ما عملناهوش؟ ما عملناش النص التاني كان لازم تطير اثنين الفول باكس. ليه بقى؟ عشان يبقى عندك كثافه عدديه، او خطوه ثانيه تثبت واحد والاثنين اللي يعني من الثلاثه على الاقل واحد يبقى 80% والثاني يعني اللي ناحيته الكوره بمعنى اصح هو اللي يزيد شويه. مثلا الكوره دي الكوره اللي عملها اجاييه لكهربا، دي فعلا تيبيكال تكتيك ممتاز جدا للخطه دي، ان انت النهارده قدرت تخترق من العمق وتعمل ال1 2 وواحد يهرب ما بين الفول باك والمساك ويقدر ينفرد بالمرمى. دي بس كانت عايزه شويه هدوء من كهربا ان هو يصوب بشكل جيد او بشكل افضل، يعني افضل على المرمى. كان ممكن يبقى الشكل طبعا اكيد افضل، ولكن انا بشيد بحته ايه؟ ان موسيماني قال لاجاييه وكهربا ما تلعبوش على الخط، على الاطراف دايما خش جوه. طيب واحده من المشاكل كانت عندنا ان احنا لو بصينا على الصوره دي مش هنلاقي حد من الاطراف، مش متواجد محمد بالزبط. هاني بره الصوره تماما والكره، لكن الكره دي يا كابتن هاني بقى فيها مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. ايه هي الكره الثانيه؟ ايه نسبتها ان احنا ناخدها في الصوره دي؟ الصوره دي 0%. 0% طبيعي، 0%. ليه؟ مفيش ولا واحد من عندنا على مكمل على مشارف منطقه الجزاء، والشكل ده اتكرر كتير جدا، وهو ده اللي خلى نادي سيمبا في الشوط الاول الكره دايما معاه، او فتره هجوم او فتره الهجمه للنادي الاهلي بتبقى قصيره بالظبط. يعني انت الكره ديت لو اتلعبت بالعرض والمفروض واحد من وسط الملعب على القوس ال 18 هتترد وتبدا تبني تاني هجمه جديده، يعني روح الهجمه قصيره جدا بالظبط. ليه بقى؟ ليه كمان احنا عندنا اثنين لعيبه داخل منطقه الجزاء وصلت ثلاث لعيبه من سيمبا. طبعا هي الكره دي انتهت انها راحت لحارس المرمى، بس بفترض ان دفاع سيمبا رجع الكره دي لخارج منطقه الجزاء بالظبط، برضه هتروح لهم مش هتروح لنا. وبالتالي واحده من النقاط الدروس اللي احنا هنتعلمها لما نلعب بثلاثه في نص الملعب واحنا بنهاجم محتاجين ان احنا نطير اثنين بالظبط، ما ينفعش نطير واحد وخاصة بس. وخاصه يا كريم انك دايما لما بتطير اثنين انت مثبت واحد من الباكين، وبالتالي انت لو عديتهم انت بتشتغل بمنطق 6 ل 4، 6 في الهجوم بالظبط، انك مثبت باك وسد باك وسد باك ثاني وديفندر، اديك مثبت 4 ورا، وبالتالي لازم يكون في كثافه عدديه قدام شويه. وقبل بس ما اروح للصوره دي انا بس عايز برضه اقول حاجه، ساعات بتحصل ده الهدف ده تقريبا، دي كره الهدف طبعا احنا هنجي لها، بس بس بتكلم على الصوره دي انا عايز اقول حاجه. في بعض الاحيان كابتن، في بعض الاحيان ممكن اللاعب نفسه بدون تعليمات من المدير الفني ما يتقدمش على فكره كتير. يعني ممكن المدير الفني يقول للاعيب على فكره انا عايزك تتقدم وتقدم وما تخافش وزيد وكل حاجه، اللاعب نفسه بسبب الاجواء وبسبب الظروف اللي بيلعب فيها ربما هو غصب عنه يبدا يتراجع. هنا المدير الفني محتاج بقى يدخل، ان انا لو رجعت مش يعني لو اتقدمت مش هقدر ارجع بنفس الكفاءه ورا، فبيعمل ديلي شويه من طبعًا نفسه يعني طبعا. فالحته دي ساعات بتيجي من العيب، وبالتالي يعني لزوما على الجهاز الفني انه يبقى دايما بيحاول انه يطبق التكتيك اللي قاله، يزق اللعيبه الملعب، يزعق ويزق اللعيبه بالظبط بالظبط. لو رحنا بقى احنا واحده من مشاكلنا اللي كانت في الدفاع، وطبعا جت منها لعبه الهدف او في وجهه نظري يعني برضه دي واحده من النقط اللي كان فيها مشكله، ان احنا حلقنا كتير وما ضغطناش بالظبط. الكوره لما كانت بتيجي لنادي سيمبا من عمق الملعب كنا معظم لعيبه النادي الاهلي بتحلق اكتر ما هي بتضغط، للدرجه اللي خلت الكوره بتاعت الهدف لاعب نادي سيمبا عمال يلف بالكوره كتير جدا بدون ما يقدر نادي لاعب من النادي الاهلي يعمل عمليه ضغط منه بالكوره، وده للاسف خلى عندنا رقمين سلبيين لينا، وده الرقمين دول محتاجين نركز عليهم عشان بعد كده محتاجين مزبوط ان احنا نزود. ايه الاول الرقم؟ الرقم الاول هو رقم الدريبلز اللي عملوها لعيبه سيمبا في نص الملعب. عملوا كام؟ عملوا 40 كوره، عملوا يعني ايه دريبل؟ يعني خدوا الكوره وبيجروا بيعدي من اللعيب 40 مره، نجحوا كام مره؟ 26 مره من ال 40 مره، من ال 40 مره نجحوا 26 مره، يعني عدد كبير جدا اكتر طبعا من 50%. احنا بقى عملنا نفس الامر ده في نص ملعب سيمبا كام مره؟ عملناه 13 مره. نجحنا كام مره؟ نجحنا 6 بس. وبالتالي ده يوضح ان نادي سيمبا كان في عمق الملعب مسيطر وكان عنده
مساحة كبيرة. ما دي الفكرة الناس بتتكلم عليها يا كريم، واحنا بنتناقش طبعا على المستوى الفني. انت بيقول لك طب ازاي الضغط دوت كان قليل جدا بالرغم انك بتلعب بثلاثة ديفندر، والمفروض لما انت بيكون في كثافة عادية في وسط الملعب بتكون عملية الضغط مش هتقول اسهل، لان انت بتلعب ثلاثة في نص الملعب، فاكيد عملية الضغط غير لما بتلعب اثنين. عملية الضغط على الخصم خاصة في لما يخش نص ملعبك، لا دي لازم تكون اقوى واشرس، وحتى فيها كفرنج. يعني لو ديانج قابل يبقى حمدي فتحي تحتيه، صحيح اكرم قابل يبقى ديانج تحتيه، فده ما كانش موجود. انا في وجهة نظري اعتقد هياخدنا الامر مش فني، وهو الظروف بقى بتاعت المباراة. موضوع ان الماتش بيتلعب الساعة 3، وطبعا حضور الجماهيري اكيد احنا كنا بنتكلم في حوالي فوق 50,000 60,000، احنا ما بنتكلمش دول مش 30,000 خالص ولا 15 دول مش 30,000 خالص، دول احنا بنتكلم يعني مش عذر برضه، خلينا نتكلم بالظبط. لا النقطه مهمه جدا يا كابتن هاني، موضوع اللعب الساعه 3 ده مهم جدا لينا للنادي الاهلي. ليه؟ لانه واضح كده في اخر 3 سنين ان احنا ما بنلعب مباراه الساعه 3 العصر في افريقيا ما بنحققش نتيجه ايجابيه واضحه. بمعنى ايه؟ لما نشوف من 2018 المباريات اللي احنا لعبناها الساعه 3 لغايه دلوقتي، هنلاقي في 2018 كامبالا سيتي في اوغندا اتغلبنا 2-0، 2018 حوريه كوناكري اتغلبنا 2-0 اتعادلنا 0-0، جيما جيفارا في 2019 اتغلبنا 1-0، سيم في 2019 برضه نفس الماتش 1-0، سان داونز 2019 5-0، بلاتينيوم ستارز في 2020 1-1، وسان داونز برضه بعديها 1-1، بس دي في وجهه نظرنا دي ايجابيه. سوني ديب كسبنا السنه دي 1-0 والمباراه الاخيره، فبالتالي دي ربما تخلينا لحد ما عايزين نركز في اول ما نسمع ان المنافس اختار الساعه 3 العصر معانا نبدا نركز. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم نعملها التدريب على طول الصبح، لازم الساعه البيولوجيه بتاعه اللعيب ترجع لورا. طب تدريب ولا مباراه؟ لان انا امبارح قلت في البيت الكبير ليه لا ان النادي الاهلي ما يلعبش مبارياته مره في الاسبوع، يلعب الساعه 3. ساعات ممكن يبقى عنده ما عندوش ما يقدرش، الجدول الدوري يمنعك، المدير الفني ما يقدرش يعمل ضغط زياده احمال زياده على اللعيبه، لكن اهم حاجه تدريبك. التدريب ليه بقى؟ لان التدريب بيعود اللعيب ان هو يقوم بدري. بمعنى ندي مثال بسيط جدا، احنا في مصر يا كابتن هاني ماتشات الدوري بنلعب 5:30 او 5:30 و8 سواء كان التوقيت شتوي او صيفي. أيه. وبالتالي اكيد اللاعب بيبقى عود جسمه ان تدي الباور بتاعك في النص الثاني من اليوم مش النص الاول. طيب لو انا الماتش بتاعي الساعه 5 او ماتش الساعه 7:30، ده بالتالي هيديني مساحه ان انا اقوم من النوم متاخر سنه، يعني ممكن اقوم 11، ممكن اقوم 12 عقبال ما افطر وانزل واروح. هاخد من كلامك يا بيبقى معلش هقطعك، لان الكلام ده مرتبط باللي بيحصل فعلا حتى على يعني لما يكون مثلا عندنا مباراه بالليل. نعم. ممكن المدير الفني يقول لك طب خلاص نام براحتك واصحى على الساعه 10:11 ابدا اتغدى. طبيعي. يكون عندنا مباراه الساعه 3، لا ده انت مجبر تصحى الساعه 8:30 9 عشان تفطر الساعه 9:30، وبالتالي اليوم بتاعك بيقصر. فده الجسم متعود ان هو خلاص في الوقت دوت انا يعني انا مريح يعني. طبيعي. وبالتالي لو جينا قلنا ان المباراه تحولت للساعه 3 العصر، هنا انا مضطر ارحل يومي. بمعنى ايه؟ لو انا كنت بقوم الساعه 11 او 12، لا ده انا مجبر هنا اقوم الساعه 8 او 9 عشان اخد وجبه الفطار، لان انا كده الاحماء اكيد الاحماء بتاعي هيبقى الساعه 2، فبالتالي هنا كل ده بيبدا يتبدر معايا. صحيح. فربما جسمي طبعا اتعود ان انا بطلع الفول باور بتاعي في النص الثاني من اليوم، هنا في الماتش ده هيبدا ما يدينيش الفول كاباسيتي اللي انا كنت طالبها منه او الفول باور اللي انا طالبها منه، وده بيحصل. وبنشوف ان اداء اللعيبه حتى اللي بيروح الجيم، لو انت متعود انك بتروح الجيم بعد شغلك بالليل، وجه في مره الترينر بتاعك او المدرب قال لك لو سمحت بكره انا اسف انا بالليل عندي حد تاني غيرك، فلو سمحت تعالى لي الصبح، انت مستحيل تطلع نفس الطاقه كنت بتطلعها بالليل تيجي في مره تروح مطلعها الصبح، ده مستحيل، ده محتاج تتعود. زي النوم بتاعنا، لو انت بتعود انك تقوم من النوم. طب التعود ده احنا تقريبا وصلنا يوم الجمعه. نعم. فقعدنا 3 أيام تقريبا. نعم. فتره قليله. لو احنا مش عايزين بقى نقول ايه قليله او مش كتير، لو هي 3 المره الجايه نعملهم 6.
لو ثلاث ايام اصل برضه لو عملنا يا اقصد يا كابتن هاني احنا محتاجين تعيش حتى اللعيبه قبل المباراه في سيستم التدريب طبعًا. تدريبك الصبح طبعًا. ممكن جدا تعمل تدريباتك الساعه 3 طبعًا. عشان تعود بس الجسم على التوقيت دوت يعني. وانك دايما تخلي النوم بتاعك يبقى طبعا اليوم بقى اللي قبليه يبقى ابدر. انت محتاج تاخد يعني الثمان ساعات بتوعك النوم او العشر ساعات او التسع ساعات بدل انت محتاج تقوم من النوم الساعه 8 اذا كان الماتش الساعة ده. وضيف حاجة طبعا ان احنا كنا بنلعب في درجة حرارة ورطوبة اكيد عالية. فكل الظروف دي لما بتتجمع مع بعض ممكن نشوف الحتة اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي التركيز الذهني بتاع اللعيب. ان اللعيب ممكن تحس انه بدأ يبقى اجريسيف. يعني ايه؟ هو مش قادر يطبق الحاجات او التاسكات اللي المدير الفني عايزها منه بسبب الظروف دي. فيبدأ يحول عدم القدرة دي لعنف في الملعب. متنرفز، مش عاجبه اي قرار للحكم، بيجري وخلاص، ما بيضغطش، بيحلق بس. كل الظروف دي ممكن تاخدنا ليه الأجزاء النفسية أكتر من تاخدنا ليه الأجزاء الفنية. طيب على نرجع تاني للتقييم. نعم. التقييم الفني بشكل مباشر على أداء كمان التغييرات. احنا بنتكلم كل أمانة موضوع التغييرات طبعًا. كان مهم جدا انك برضو تخش بتغييرات. لو انا شايف بعد 40 دقيقة او 45 دقيقة ان في حاجة غلط، التدخل مستوى المدير الفني لازم يساعد كمان اللعيبة اللي جوه الملعب يعني. هو طبعا لو كملنا بالصور هنجاوب على سؤال حضرتك، لان في الشوط الثاني احنا اتعرضنا لنفس الهجمه اللي هي دي الصوره اللي معانا دي كانت بتوضح لنا في الشوط الثاني ان برضو في عدم تركيز من اللعيبه، ان لاعب يخترق بالعمق ده. ونشوف هنا بقى يا كابتن هاني في كام اوبشن تمرير للاعب سيمبا. لا عنده كذا اوبشن يعني، عنده ناحيه اليمين ده راجل فاضي لو حطها ما بين الاثنين لعيبه بتاعه النادي الاهلي رايح انفراد يعني. وفي لاعب ثاني يقدر يقطع من النص وده ساعد كره اتلعبت. وبالتالي ده برضو يورينا ان احنا كان عندنا عدم تركيز شويه في البوزيشننج بتاعنا، وده امر ما تعودناش عليه. صحيح. من لعيبه النادي الاهلي نشوف الاخطاء دي كلها مره واحده. بس اكيد اكيد تاني انا برجع الامور دي تاني لموضوع المباراه الساعه 3 اكيد لازم احنا نخلي بالنا منها الفترة الجاية إن شاء الله. لما نروح بقى للصورة اللي بعديها والصورة الأخيرة معانا هنجاوب على سؤال الكابتن هاني رمزي بقى. الصورة دي بعد هدف سيمبا لما نبص عليها هنلاقي إن محمد هاني بدأ يطير على الجبهة اليمنى، محمود وحيد واضح جدا خد تعليمات إنه يخش يعمل نفس الرول اللي كان بيعمله علي معلول يخش لقلب الملعب بالزبط. ونبدأ نعمل ضغط كبير جدا على لعيبة نادي سيمبا، وده فعلا اللي احنا نهينا بيه الشوط الاول. وشايفين في الصوره كمان يا كريم. نعم. كمان ديانج مكمل من نص الملعب يعني، عندك ديانج واجايه وفي ابو عليا وناحيه الشمال كمان موجود كهربا. فالشكل ده مش وحش، الشكل ده على مستوى الهجوم مقبول. هو ده كنا نتمنى بقى نكمل بيه مع بدايه الشوط الثاني. ليه بقى؟ بالزبط. لان نادي سيمبا كابتن هاني في الشوط الثاني مع بدايته ارتكبوا اكبر غلطه ممكن اي فريق متقدم في نتيجه انه يعملها. ده عمل ايه؟ بدا يتراجع للخلف ويعمل زون ديفنس عشان يحافظ طبعا دي ديجو ميز المدير الفني بتاعهم. طبعا ما صدقش ان هو طالع كسبان النادي الاهلي في 45 دقيقه، قال لك شكرا لو سمحت بقى ايه وقف الهجوم خالص ما تطروش، لان النادي الاهلي هيبدا يعمل رد الفعل بتاعه. محتاجين نقف ورا ونثبت. كنت اعتقد ان موسيماني في الحته الفتره اللي عملها في الاخر خالص من مروان ومحمد شريف لما لعب باتنين رؤوس حربة وبدأ يعتمد على الكروسات والكروسات الطولية مروان محسن نزل واحدة لمحمد شريف كانت رائعة اللي شريف شاطها كويس بالظبط. الثنائي ده بقى كان محتاج فترة أطول عشان يقدر يجرب كتير. فترة أطول ومحتاج أيمن أشرف. خلينا نتكلم بكل أمانة يعني، أيمن أشرف أول ما نزل عمل التلاتة كروس، مش تقليلا في محمود وحيد لكن أيمن كان عنده الخبرات وعنده الوقفة ومور أكتيف إنه يوصل الكرة حتى من نص الملعب، حاول يوصلها لجوة 18 مع وجود راسين حربة. وكمان كان في ميزة كمان إن بدأ حد يتقدم كمان تحت راسين الحربة يعني. كان في كثافة، ومن الكثافة دي آخر خمس دقايق خلقنا فرصتين ثلاثة يعني. صحيح. بصراحة إحنا كمان فكرة إن اللعيبة بصراحة في الماتش في الجو ده ممكن فعلا ما يدوش الفول باور بتاعهم في 60 دقيقه حتى، فانت محتاج تستغل الخمس تغييرات الاستغلال الامثل يعني. ده شيء جاي يعني، فكره خمس تغييرات في ماتش زي ده افضل بكتير من ثلاث تغييرات بالظبط. وبالتالي كنت تقدر مع بدايه الشوط الثاني تدي مساحه وقت اطول. مروان محسن الامانه برضو ارض الملعب ربما نكون شايفينها في التلفزيون حلوه ولونها لطيف وحاجه، كان بيتزحلق كتير فيها. لا دي كان كمان يا كابتن هاني فيها حتت واطيه عاليه وانت بتجري بالكوره
هتلاقي الكوره مش سهل انك توقفها، ده امر يحس بيه اللعيب مش يحس بيه المشاهد. المشاهد شايف اللون جميل والصوره اتش دي وحاجه زي الفل صحيح. يعني فاهم قصدي؟ انما لما يروح يلعب هيلاقي ان الكوره مش متزنه وهو بيجري بيها. وبالتالي كنت اتمنى في الشوط الثاني ان احنا نلعب كروسات كتيره اكتر ما احنا بنلعب على الاختراق من العمق او نلعب بوزيشن جيم. لا خلاص دخلنا بوزيشن جيم ده خالص. محمد هاني عمل شوط تاني بصراحه ممتاز جدا ولياقتنا الحمد لله نقطه مهمه، لياقتنا كملنا. احنا فرصه محمد شريف في الدقيقه 92 وبالتالي كان عندنا مساحه، بس قدر الله ما شاء فعل مفيش مشكله. المباراه دي مش مكتوبه لنا، مفيش اي ازمه خالص، احنا بنحلل الامور اللي فيها طبعا. دروس بنكتسبها وخبرات بنكتسبها للعيبه وللمدير الفني، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله نشوف نتيجه افضل للدروس دي في المباراة ان شاء الله. وزي ما بنتكلم يا كريم كل دوت كل دوت دروس مستفاده طبعا. ودايما المباريات اللي بنخسرها لازم هنقعد ونحللها، بنتكلم بكل امانه وبكل منطقيه. شايفين في اخطاء قلنا في اخطاء، شايفين في تاخير في تغييرات قلنا الكلام دوت، عشان الناس ما تقولش ان احنا بنطلع بين قوسين كده بنطبل. لا احنا احنا في النادي الاهلي خاصه مهم جدا انك تتعلم من دروسك، والاجزاء الفنيه الرائعه اللي انت شرحتها كمان بتبين للساده المشاهدين كان في على المستوى البدني كان في اجواء يمكن ما ساعدتش اللعيبه انها تقوم بالضغط اللي هو الناس كانت بتسال طب الضغط مش موجود ليه؟ جاوبت على ده. السيستم نفسه 4-3 في نص الملعب برضو انت جاوبت عليه بطريقه اكتر من رائعه، اللي هو التكليفات داخل الملعب ممكن تكون مختلفه. فانا بتفق معاك تماما على رؤيتك، ودايما ان شاء الله النادي الاهلي يظهر بمستوى افضل المباراه اللي جايه باذن الله اكيد ان شاء الله. انا متاكد ان الظروف اللي احنا لعبنا بيها في حاجات كتيره بالنسبه للرياضي ما حدش يحس بيها غير الرياضي نفسه. ده حقيقي. انت طبعا واحنا بنتفرج في التلفزيون دايما بنقول احنا عايزين نشوف افضل حاجه، انت عايز تشوف افضل حاجه، انت مش حاسس بالظروف اللي هو فيها. انا مريت بالكلام ده، بيبقى في كرشه نفس ما بتقدرش يعني حتى تضغط يعني. اكيد اللي بيمارس رياضه ممكن يعني بيحس بالكلام ده بشكل اكبر، لان انت ساعات ممكن تطلب طلب الامانه اللعيب اللي انت بتتفرج عليه ما يقدرش ينفذه زي ما انت متخيل. ان برضو تاني فكره انا في وجهه نظري ان احنا بنلعب فترات طويله بدون جماهير ومره واحده نتحط في شحن جماهيري ساعات ما بنبقاش ثابتين في الملعب قوي. دي ظروف كتير اكيد بتحصل لنا ومفيش مشكله خالص. الحمد لله الحمد لله انها بتحصل في مباريات مبكره من البطوله، ما بتحصلش يعني مثلا الحمد لله الحمد لله ده مش ماتش الذهاب وعوده مثلا، ده للاسف ما في مساله تجميع النقاط، وبالتالي عندنا بدل الفرصه 4. وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله بنهايه دور المجموعات نكون متصدرين باذن الله باذن واحد احد نكون ان شاء الله. كريم كريم كان معانا سؤال حلقتنا كان على طبعا قناه على صفحه القناه على تويتر وفيسبوك وانستجرام. كان السؤال بيقول هل انت مؤيد لقرار الغاء احتراف حراس المرمى الموسم اللي جاي؟ عندنا طبعا يعني على اجابات الساده المشاهدين نبدا من فيسبوك. احمد عبد العزيز بيقول قرار كان غلط من البدايه والافضل كان التراجع عنه علشان ندي فرص للحراس الشباب، وبالتالي يبقى عندك اختيارات متعدده ومواهب كتير في المركز ده. على التويتر ياسر احمد بيقول بايده تماما يعني. سعيد سعيد برضو على تويتر بيقول أنا مع القرار، مصر فيها حراس مميزين. نروح لإنستجرام. عادل عباس بيقول نعم أؤيد القرار وذلك لمصلحة الأندية ثم المنتخبات، ودوت بيساعد على اكتشاف مواهب كتيرة في حراسة المرمى، وبيزيد كمان التنافس علشان يثبت كل واحد قدرته للحاق بالمنتخبات الوطنية حسب مراحلها العمرية. كريم طبعا رأيك انت سريعا في هذا القرار، ليه القرار الاول تم توصيته وليه رجعوا فيه؟ يعني انت رأيك ايه في القرار؟ لا هو تضارب اتحاد الكرة في القرارات ده ما هو كان توصية من الأندية صراحة يعني ده قديم يعني على قديمه مش جديد يعني. ولكن في وجهة نظر الشخصية انا كنت احب ان يكون في استقدام لحراس مرمى اجانب. ليه؟ عشان الحراس مرمى المصريين يتعودوا على خبرات مختلفة. وهدي مثال بسيط، احنا جينا من فترة لغينا القرار خلال الفترة الطويلة دي في وجهة نظري الشخصية ما شفناش حارس وصل لمستوى يقترب من المستوى العالمي غير محمد الشناوي في الفترة الأخيرة. يعني محمد الشناوي هو أفضل نسخة لحارس مصري منذ الفترة بتاعة عصام الحضري، ده في وجهة نظري الشخصية. ده حقيقي. طيب
حمد الشناوي لما جه وصل طبعا للمرحله دي بعد اكيد طبعا تجارب وخبرات ومرور وتحمل نقد كتير جدا جدا جدا، كان برده لمدرب الحراس الاجنبي دور كبير جدا 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 في المستوى اللي وصل له محمد الشناوي. وبالتالي بخلاف محمد الشناوي انا خلال 8 او 9 سنين منذ اتخاذ هذا القرار من موسم اعتقد 2011 او 2010 انا ما شفتش يعني حارس اقدر اقول ان هو يعني حارس قوي جدا، او شفنا مثلا الكلام اللي احنا ساعات احنا بنقول كلام كليشيه يا جماعه بلاش اجانب عشان احنا ندي فرصه للعيبه المصريين وندي فرصه. طب احنا النهارده في مصر علي معلول هو احسن باك ليفت في مصر. بص انا بتفق معاك كتير لكن يعني مش متفق معاك على النقطه دي يعني. طبعا بنختلف مع بعض يعني. على مستوى الكوادر والولاد اللي طالعين صغيرين والفرص اعتقد يمكن انا في رايي كان كان قرار سليم، لكن وجه النظر تحترم كريم، شرفتنا ونورتنا كالعاده في البيت الكبير. شكرا شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا في البيت الكبير، ان شاء الله بعد الفاصل معانا فقره مع طبعا الزميل شريف فؤاد، معانا مع فقره مميزه جدا جدا على مستوى الاستثمار الرياضي، نقطه مهمه جدا ازاي تستثمر رياضيا، ازاي تكبر ناديك، ازاي تعمل للمستقبل، وما فيش افضل من الاستاذ الكبير شريف حبيب يشرح لنا هذه النقاط مع زميلنا شريف فؤاد بعد الفاصل. هذه تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، مع انتصاف ليل القاهرة دائما أسعد بهذه الصحبة مساء الأربعاء في ليل الخميس، وفقرة لها خصوصية الحقيقة في هذه الليلة من خلال البرنامج والمظلة الكبيرة البيت الكبير. فقرتنا لها خصوصية لسببين، السبب الأول أنها مع قيمة رياضية وإدارية كبرى، السبب الثاني المحتوى أو الموضوع اللي هنتكلم فيه وهو عن الاستثمار الرياضي والصناعة الرياضية وفكرة رابطة الأندية وإلى أين تسير مصر في هذا الاتجاه. باختصار شديد ضيفي هو واحد من أهم الكوادر الإدارية الحقيقة والرياضية المصرية في السنوات الأخيرة، عمل طويل في مجال الاستثمار الرياضي بالإضافة إلى رئاسته لنادي المقاولين العرب في وقت سابق، وأيضا في مجال الإدارة تولى محافظة بني سويف كمحافظ للإقليم. بسعد بصحبة المهندس شريف حبيب في هذه الليلة الذي أرحب به عبر شاشة قناة الأهلي. أهلا وسهلا باشمهندس، برحب بحضرتك وبشكرك ومشرفنا وسعداء الحقيقة. وده لقاء متأخر شوية، كان مفروض يعني نتممه من شهرين ثلاثة، وأنا بس بعتذر معرفش الزغطة مسكتني وحاولت أعالجها يعني قبل الهوى بدون سبب، فأنا بعتذر لحضرتك والسادة المشاهدين يعني. فلقاء يعني متجدد، أنا بشكر حضرتك وسعيد بوجودك معنا. أهلا بيك. هتأذن لي بس ناخد تقرير سريع كده إن شاء الله، نشوف الوجه الآخر للمهندس شريف حبيب ثم نعود لنبدأ حوارنا على الهواء. تقلد في المنظومة الرياضية العديد من المناصب، منها عضوية اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية بمصر عام 2006، وعضوية اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية بمصر عام 2007، وعضوية لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، والإشراف العام على نشاط كرة القدم بنادي المقاولون العرب، وعضوية لجنة الأندية في اتحاد كرة القدم. إنه المحنك اقتصاديا وإداريا المهندس شريف حبيب. تخرج حبيب في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية شعبة الهندسة الميكانيكية عام 1977، وعمل منذ تخرجه في شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الأجنبية في الكثير من المجالات الهندسية، كما حصل على شهادات عدة في إدارة المشروعات وتطوير نظم دراسة العطاءات وتطبيقات التجارة الإلكترونية. تولى شريف حبيب عدة مناصب قيادية بشركة المقاولون العرب، منها عضوية مجلس إدارة الشركة عام 2012، ورئيس لقطاع الاحتياجات منذ أغسطس 2006 بالشركة في هيكلها التنظيمي، وكان المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لسياسات وأعمال مشتريات الشركة داخل مصر وخارجها، وكذلك الأعمال اللوجستية، وساهم في وضع سياسات ونظم العمل لهذا القطاع المهم، كما كان يتولى الإشراف على قطاع العقود والعطاءات، واشترك في تنفيذ وإدارة العديد من المشاريع المهمة في مصر والدول العربية، في مقدمتها مشروع مكتبة الإسكندرية الحائز على العديد من الجوائز العالمية، ولما لا
ووالده المهندس محمد حبيب قائد النهضة الرياضية والطفرة التي حدثت في نادي غزل المحلة في القرن الماضي. ترأس المهندس شريف حبيب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وحقق طفرة في قيادة ذئاب الجبل، كما تولى عملية احتراف محمد صلاح ومحمد النني في بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي باحترافية كبيرة من الألف إلى الياء. ولحنكته الإدارية والاقتصادية الكبيرة تم تعيينه محافظا لبني سويف في ديسمبر 2015، ثم محافظا للشرقية في أغسطس 2018. مرحب بحضراتكم مجددا. إطلالة سريعة على هذه السيرة الذاتية مختصرة لكنها عامرة الحقيقة للسيد المهندس شريف حبيب، ضفنا في هذه الفقرة اللي أزعم أنها تكون فقرة مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم نظرا لطبيعة الضيف والموضوع. برحب بحضرتك مجددا باشمهندس شريف. قبل ما نغوص بقى في الاستثمار الرياضي والإدارة والمشاكل والتحديات ورابطة الأندية والكثير الحقيقة من الموضوعات اللي محتاجين نناقشها، عايز أسأل حضرتك كده سؤال استهلالي عن رؤيتك للنادي الأهلي مؤخرا والإنجازات اللي حققها خاصة في مجال كرة القدم، يعني وبرونزية مونديال الأندية. حضرتك متابع طبعا. طبعا هو يعني الإنجازات اللي حققها في الفترة الأخيرة النادي الأهلي يمكن كانت رد على ما كان في نقد للنادي الأهلي في قبلها بفترة. صحيح. وإن ما كانش في إنجازات، طبعا كان في تغيير في الأجهزة الفنية وإن برضو كانت الظروف صعبة كتيرة اللي هي تواجد فيها الكابتن الخطيب. يعني حتى كان في، أنا كنت في ناس كانت بتنكر عليه إن هو يكون إداري كويس، فيعني بيبصوا له كان في ضغط شديد طبعا رغم الظروف، الظرف التاريخي الصعب جدا طبعا. هو تملي ناس بتنسى الحاجة الكويسة إن هو كان شريك نجاحات الأهلي كلها في فترة تواجد كابتن حسن حمدي وحتى كابتن حسن حمدي ومقب. فطبعا كان كل الحصاد ده بقى يعني كان يعني زي ما بقول ايه، الاعمال بترد على اي واحد منتقد ان الخطيب مع المجموعه اللي جت كده مع مجلس اداره ده بتقول ان النادي الاهلي كيان متواصل له كوادر وفي له اسس موجوده من الصعب انك انت تهزها. فكان هذا الانجاز رد على كل هذه الاقاويل. والجزاء من جنس العمل، يعني ربنا ما بيكرفش حد ما بيؤديش باخلاص ومنهجيه علميه. لا، وهو كانت ميزه في الحقيقه في الكابتن الخطيب ومجلس الاداره كانوا بيردوا بالعمل. صحيح. يعني كان ما كانوش بيخشوا في موضوع التراشق السجلات في السجلات. أنا شايف ان ده كان، لذلك كنت تحس ان الناس كلها تحت ضغط شديد. الاهلي جمهوره كبير ولا يقبل الا بالانتصارات والانجازات وخصوصا في مجال كرة القدم. طبعا كان في جيل كبير اعتزل وانت بتبني جيل جديد. صحيح. تغيير مدربين، تغيير طرق لعب. فطبعا لا، الفترة الأخرانية كانت يعني فترة عصيبة، لكن كان الفترة يعني الست وسبعة أشهر اللي حصل فيهم الحصاد يعني بعد الجهد ده كان كنت شايف حاجة كويسة يعني. طيب برأيك المكاسب اللي حققها النادي من وراء التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية يمكن القول إنها في مجال التسويق والاستثمار تساعد وتفيد اسم الأهلي كبير؟ طبعا انك بتاخد بطوله قاريه او بطوله على مستوى انديه العالم اكيد بيبقى فيها ترتيب، يعني بيبقى فيها تركيز، وطبعا بتحط دايره الضوء على النادي عالميا، بتبقى فيه اكتر يعني تساعد على اي تسويق. طبعا انتصارات عليها الجزء كبير قوي في تسويق اي منتج يعني. فطبعا لا، كان شيء كويس، ويمكن الاهلي محتاج يستثمر هذا اكتر يعني، بس في ظل منظومه في كره القدم الاهلي بشعبيته يقدر ان هو يحقق ايرادات اعلى في ظل تفوقه افريقيا، ويعني ممكن جدا تستغل هذا. طب ايضا بخبرات حضرتك الاداريه
الاستثماريه وحتى الانشائيه يا باشمهندس شريف، يعني تاريخك طويل ايضا في هذا المجال عمران، يعني الطفرات الانشائيه اللي في النادي الاهلي اذا قدر لحضرتك متابعتها حتى من خلال وسائل الاعلام رغم التحديات الاقتصاديه واخرها جائحه يعني كورونا او كوفيد 19، شايف ايضا هذا الاداء من الكابتن محمود خطيب ومجلس ادارته ازاي؟ لا هو نجاح بلا شك، يعني هو برضه انعكاس لاداء الدوله بشكل عام، يعني طبعا الدوله مصر كلها في قفزة الدوله يعني. كلها يعني الحمد لله في نمو بتحقق انجازات وافتتاحات في مجالات انشاءات كتيره حتى بتستضيف البطولات الرياضيه صحيح. في ظل ظروف صعبه بيواجهها العالم فبالتالي ده كله بيبقى دافع لكل الاجهزه، والاهلي خد برضه هذه المبادره وقدر بيواصل عمليه الانشاءات والتطوير في ظل الظروف الصعبه ده، وده بيدل على انه يعني الكيانات جزء القويه من المنظومه صحيح. الكيانات القويه بتقدر تصمد قصاد اي صعوبات بتبقى موجوده او تداعيات. هل هناك نماذج اداريه المهندس شريف حبيب بيقف امامها؟ اذا قلنا يعني واحنا كنا منحازين ومتعصبين شويه للنادي الاهلي على نفس المستوى او على نفس المنوال يعني او قريبه حتى في مصر يعني يعني انا عايز اقول برضو يعني في طبعا انديه بس يعني ما حصلش التطور فتره الاخرانيه بشكل كبير، يعني في انديه خاصه وفي انديه مؤسسات، يعني برضو من الانديه طبعا المقاولين العرب كنادي مستمر برضه في عمليه التطوير ويقدر يضيف انشاءات، ونادي امبي لا وحقق نجاحات عظيمه، يعني نتكلم عن فتره التسعينات وما تلاها كان نموذج يعني والفترات حتى الان صحيح يعني الحقيقه صحيح. وحقق مركز متقدم جدا جدا في الدوري وادى اداء رائع بالاضافه لعناصره المتميزه يعني بالظبط كده، وفي البنيه الاساسيه برضه بيقدر النادي المقاولين العرب نادي امبي برضه بيضيف انشاءات بشكل كويس وبيعمل تطوير، يعني نادي انبي دلوقتي بقى مؤسسه رياضيه كويس ويعتبر من نماذج. طب ده يعني انه انديه الشركات او الانديه الخاصه متفوقه او محظوظه عن الانديه الشعبيه والجماهيريه كابتن باشمهندس؟ هي المنافسه ما عادتش، يعني انا برضه نرجع لها لان انا شايف موضوع الاستثمار يعني علامة استفهام أي مستثمر خارجي أو حاجة إن هو يستثمر في نادي غير جماهيري يعني علامة استفهام، مشكلة كبيرة. أنا مفروض في بره أنت بتقيس الاستثمار أو بتبقى بتدور على النادي الجماهيري حتى لو هو مش في مركز، يعني في الدوري الإنجليزي أصغر نادي عنده جمهوره صحيح. عندنا نصر ساويرس يعني استثمر في أستون فيلا وغيرها وفي نماذج بقى في مانشستر سيتي وخلافها من بعض يعني أشقائنا العرب لا إنما بقول ليه يعني ليه الاستثمار ما يبقاش في أندية غزل المحلة المنصورة دي أندية عريقة الحقيقة وعندها ظهير جماهيري ضخم يعني طبعا أندية البني سويف والصعيد أسوان أندية قناة وأندية يعني أنا الاستثمار مثلا في الأندية الجماهيرية الاتحاد السكندري المصري عصب كرة القدم هو الجماهير. طب إيه المشكلات الإدارية أو التنظيمية اللي تحول دون هذا الاستثمار وهذه الطفرة يعني باشمهندس شريف؟ في ايه المشاكل اللي بتواجه المنظومة؟ هو ان احنا ما خدناش وحولناها لشركات. احنا دلوقتي اي مستثمر مش هيقدر يدخل عظيم. وانت يبقى اول خطوة تحويل النادي الى شركة كرة تدير قطاع الكرة فيه. تنفصل وتبقى عشان نبقى دوري محترفين. وبالمناسبة النادي الاهلي يعني قطع خطوات كبيرة جدا في الدراسة وفي الاعداد لانشاء شركة الكورة يعني. هو الاهلي طبعا بس مش هيقدر يشتغل لوحده يعني انا عايز منظومة متكاملة، يمكن ما نستعرض كل اندية وعلى فكرة برضو لو رجعنا هنلاقي سنة 92 دي كانت بداية الدوري الانجليزي يعني الدوري الانجليزي بريمير اللي اطلق عليه البريمير ما كانش لسه موجود سنة 92 كانت الحال متدهور جدا في الملاعب وكده، وهم خدوا تجربة الحقيقة في التطوير ده من أمريكا ده حقيقي فابتدوا يتطوروا. احنا أتمنى أن يكون عندنا خطة بهذا لأن أنا شايف خطر جدا على أندية الشعبية وأندية الجماهيرية وبالتالي هيبقى عائداتك قليلة مش أنت الجماهير هي ده اللي وقع دلوقتي ده اللي حاصل دلوقتي بالظبط محدش قادر يعني زائد أن احنا ما عندناش خطط يعني مثلا احنا بقالنا النهارده الشهر الجاي تقريبا هيبقى او الشهر ده 10 سنين بدون جماهير
كتير. كل الجماهير او الموضوع ده حصل في انجلترا وفي ايطاليا، حصل ظروف وتخروج بس اتوجدت الحلول ورجعت الجماهير. يعني فلازم لازم ما ينفعش ان انا قاعد 10 سنين واحنا مش عارفين قدامنا قد ايه. يعني ما احنا عندنا ظروف كورونا، ده عنصر مهم جدا من عناصر كره القدم. لازم هو لازم ومصر لديها من الاليات ما تستطيع ضبطها. يعني لازم طبعا لازم في واحنا في تجارب كتيره، مش احنا يعني في مصر بس الخروج او التعصب ده، لو قدر بطرق اداريه وانضباطيه بقى رجعت، لان ما تقدرش تبقى ما انا شفتها الحقيقه في ايطاليا وشفتها في انجلترا، بس في ضوابط بتقدر ترجعها. فطبعا انت ما عندك مثلا بنتكلم بقالنا 15 سنه، انا حضرت 15 سنه بنقول هنطبق دور المحترفين، وكل سنه يقولوا تطلع تصريحات هنمنع، ما بيتمش. احنا الخطوتين يعني دول مهمين جدا علشان تقدر تجذب المستثمر. مسؤوليه مين يا باشمهندس؟ دي مسؤوليه. يعني الخطوه الاولى من مين؟ من مين يعني؟ المفروض اتحاد الكرة. المفروض اتحاد الكرة بالاشتراك طبعا مع وزارة الشباب والرياضة، لان دي منظومة الدولة، منظومة يعني. الدولة بس الاساس اتحاد الكرة. يعني انت ما عندكش عندك الصلاحية اللي تقدر تعمل الكلام ده، لان حضرتك انت ما هيجي مستثمر وعايز يخش في ضوابط. حتى في انجلترا انت ما تقدرش تشتري اي نادي، صحيح، ولو اشتريت نادي فانت في اطار، مش هتعمل في النادي ده زي ما انت عاوز. لا، ده في اطار قانون، في حدود، في ضوابط، في حدود قانون. والحقيقه يعني انا اعرف مثلا نادي زي نيوكاسل في مفاوضات بقالها كتيره علشان شراء. الموضوع مش فلوس، الموضوع شروط. لان هو بيقول انا دي ماراثون من المفاوضات يعني، بس هو السبب التعثر اللي هو سبب اداري، لان هم بينظروا الى الانديه دي انها جزء من المنافسه اللي عامله قيمه للدوري الانجليزي. فما ينفعش انت تيجي بفلوسك تعمل اللي انت عايزه. لا، انت مساهم في اطار الشروط اللي محطوطه عشان نحافظ على الفريق ده، وانت هتستثمر. فده مناسب لاستثمارك ولمنهجك يعني ولطريقتك، اهلا وسهلا. مش مناسب يبقى هيستنى لغايه ما يجي غيره. انما احنا هنا عم يعني، لان هي برضو في ترابط كامل. يعني ما يجيش نادي مثلا ويخش يقوم حاطط مبالغ مهوله فتقدر هترفع الاسعار وندخل بقى في قصه الاداء المالي، الاداء المالي ورفعت الاسعار. وهو ده اللي احنا فيه، ان احنا فيه الانديه، معظم الانديه بشكل عام بتعاني من ارتفاع كبير في الاسعار. ايه السبب الحقيقي من وجهه نظر حضرتك لتراجع الانديه الجماهيريه والشعبيه اللي حضرتك كلمتنا عنها، زي طنطا، المنصوره؟ ان هي ما قدرتش تتواكب مع الاحتراف اللي حصل. يعني انديه مثلا زي المحل، غزل المحله، كان الشركه بتعتمد عليه وكان في اداره قويه، ابتدت تضعف الاداره، ابتدت الشركه بتخسر، فبالتالي انعكس على النشاط الرياضي. وهتلاقي نفسه كده انديه، في انديه كتير زي البلاستيك، هتلاقي برضه زمان كان موجود شركة البلاستيك كده وهكذا يعني. فبقت لان هي مرتبطة بشركة. انما لو هي اساسا شركة كورة، شركة كورة هتعرف تدير نفسها، هتعرف تدير، تبحث يعني عن موارد وملاعب يعني كل حاجة، وخطة تساعدها على الاستمرار زي ما بيقول. اللي هي زي ما حضرتك، اي شركة بتنشأ في حد بيدور على استمراريتها، بتجيب ناس محترفين تدورها، مش هتجيب ناس مجامله، لان في مساهمين وواضعين فلوس هيحاسبوا مجلس الاداره. صحيح. مش هيشتري مثلا باكتر من امكانيات، والنهايه هيقولوا له انت كسبت كام، حققت الهدف وكسبت كام. وده صحيح، لان انت طبعا ده هيرتبط. يعني حضرتك لو خدت فكره على مثلا الدوري الانجليزي، هو النهارده ايه اهميته للاقتصاد في انجلترا وايه اهميته للانديه؟ صحيح. هتلاقي ارقام كبيره، اما يلاقي مثلا ان هو بيضيف حوالي 9.2 بليون جنيه استرليني للاقتصاد، ان هم بيدفعوا 4.2 بليون جنيه استرليني ضرائب الدوله، ان هو مثلا متشاف
في 188 دولة، أقوى دوري على وجه الأرض يعني. كل ده أرقام إن هو بيشوفك حوالي 1.2 بليون نسمة على الماتش، فده أرقام كلها، فلذلك هم حريصين على استمراريته ونجاحه. صحيح. الكلام ده ما جاش من فراغ يعني، عشان تقدر تحقق هذه الأرقام. فأنت مثلا ما تلاقي يعني، إحنا مثلا بطولة الدوري العام إيه اللي بيحصده النادي اللي بيكسب؟ ولا حاجة. حاجة بسيطة قوي يعني. مثلا حتى ما ياخدش حق البث والرعايه كل يوم ومشاكل وبتاع يعني، وما فيش جماهير فما فيش داخل وما فيش تسويق جيد، فطبعا مشكله. هي عمليه اداريه يعني، مثلا ليفربول خد 172 مليون جنيه استرليني لما فاز بالدوري. طبعا لما فاز، لما تفاجئ ان ولفرهامبتون خد فلوس اكتر من ريال مدريد الفريق اللي هابط خد. فطبعا ارقام برضه البث بيزيد، فهياخد له 150 مليون كمان يعني. فالكل بيشترك في كذا مسابقه، كل الكلام ده بيخلي لازم كده في صراع برير ومفيش حاجه متوقعه، والكل بيبحث ان ما كانش لقب البريمير ليج فيبقى في التوب فور علشان يحجز مقعد في دوري ابطال افريقيا او المقعدين التانيين فيدخل دوري اوروبا. بالظبط. حتى يعني هو مثلا لو هيبقى مركزه ال 18 بدل ال 20 هتلاقي الفلوس بتاعته اكتر. فهو لازال في صراع حتى لو هيهبط، بس لو يهبط وهو ال 17 احسن من ال 20. ده انا شايف ان دي تجارب من دور الاتحاد الكوره اللي يبقى موجود، يشوف كيف سارت السنين دي كلها مع هذه الرابطه، وكيف تطورت، وكيف زودت عائدات. احنا مش هنقول زي هنبقى زيهم، بس على الاقل ماشيين على الخطى. احنا ليه متاخرين برايك يعني؟ ما الذي يدير اتحاد الكوره؟ مش هنلوم طبعا اللجنه المؤقته اللي بتدير، لكن الاتحادات السابقه ليه ما قطعتش خطوات تجاه انشاء رابطه الانديه يعني؟ انا في رايي ان هم اي واحد بيجي في اتحاد الكوره في الغالب مش عايز يسيب هذه الكيكه. مصلحته انه يفضل هو هي فيها الاعلام والرابطه بتعطي الحق الاداره لشخص ثانيه، فبالتالي ما اتحاد الكوره يعني. حضرتك انت تسمعش اتحاد الكوره الانجليزي بيتكلم في اطر عامه كده، والرابطه بتشتغل فيها. أيوة. فانت يعني زي ما بيقول ايه، جزء اللي هو الاعلام الكبير اتشال منه. بس الصالح العام لا يجب ان يغلب يعني، مش منشري زي ما بنتكلم، هذه مصلحه دوله ومصلحه لعبه جماهيريه بتدخل السعاده على قلوب المصريين، الناس كلهم عندهم شغف وولع بيها. حضرتك بتشوف لما بيكون في ماتش بين الاهلي والزمالك، في تمثيل للنادي الاهلي او لاي من الانديه المصريه في بطوله افريقيا، نسب المشاهده، خروج الناس للشوارع، لا الدنيا بتبقى مختلفه يعني. اعتقد ان دي كلها مكاسب يجب انها تعلو على النظره الضيقه واضح لفكره ان شخص ان انا موجود او لا يعني. واضح ان الكلام ده ما مشيش، بدليل ان احنا بقى لنا 15 سنه بنسمع نفس الكلام. حضرتك لو فتحت هات من على جوجل، انا فاكر طبعا من ايام مجلس كابتن حسن حمدي وبداته 2004 2005 هو بيقاتل، ومن ايام يعني هو كابتن سمير زاهر الله يرحمه يعني، بصار طويل كل ما سنه يقول لك اللي بعدها. ما حصلش، الانديه مش مستعده، مش لا ازاي. طب مش ممكن يكون الدوله لها دور اكثر حسما في هذا الامر يعني؟ ممثل في وزاره شباب الرياضه مثلا، المفروض يكون في توجيه واضح وخطه واضحه المعالم بسقف زمني. انا شايف ان هو لازم كده يعني. احنا كل المنطقه العربيه تقريبا عندهم دوري محترفين بدرجات متفاوته، في ناس نجحوا فيه بشكل كبير، في ناس الدوله بتساعد فيه يعني. في مثلا انا اعتقد في السعوديه كان في مساعده من الدوله في الاول، ليه؟ للانديه عشان الايرادات والكلام ده كله. انما لازم تبتدي. ما هو حضرتك اول خطوه انك بقى نشاط يعني شركه، يعني في محاسبه، يعني في خطط زي اي شركه استثماريه مسؤول عن هيئه الاستثمار. الشركه دي هتبحث عن وسائل للمكسب والارتقاء بفريقها والبحث عن اطر تسويقيه، وفي ميزانيات بتطبع ورفع البراند بتاع النادي، وفي ميزانيات وفي مساهمين طبعا، وفي يعني بيبقى مع الوقت بتخش البورصه، ففي ناس بتضخ فلوس. لا صناعه، احنا بحقيقه انا شايف ان احنا بنتكلم انها صناعه وبنقول صناعه، بس ماشيين بطريقه غير الصناعه خالص يعني. عندنا حضرتك شايف انه طبقا للراي القائل انه الدوري المصري عندنا مواهب جيده
عندنا طاقات والدولة بذلت جهد كبير خلال السنوات الماضية في إنشاء الملاعب وخلافه، وفعلا عندنا مواهب واعدة. يعني هكلم حضرتك طبعا عن موضوع النني ومحمد صلاح، لكن إجمالا حضرتك شايف إن احنا مؤهلين لدوري رابطة محترفين وعندنا لعيبة ومواهب؟ هي الرابطة، يعني ده رابطة الأندية المحترفة والدوري المحترف هيساعد على ظهور أكتر طبعا. لأنك أنت حضرتك بيلك أهداف، يعني هتلاقي مثلا عملية انتقال لاعبين، إن أنت هيبقى لو أنا شركة مساهمة هيبقى أدور على المواهب أكتر، وإن أنا بشوف موهبة أو اتنين إن أنا سوقها خارجيا وأخد يبقى عندي عائد. يعني أنت بتفكر باستمرار خارج موضوع بقى المدربين، في ده في ناس ماسكاه وكده، بس انت في استراتيجيات كبيره. يعني انا لما تقعد مع اي اللي هو ما يسمى المدير الرياضي ده صحيح. هو زي الرئيس التنفيذي، هو الكل في الكل في النادي، هو اللي بينسق مع المدير الفني احتياجاته، هو اللي بيجيب الصفقات، بس هو اهدافه الاولانيه انك تحقق مكسب، تحقق مكسب مادي. يعني اهداف احقق البطوله، زي رئيس مجلس اداره شركه. انت المساهمين او ان معينك بيقول لك انا عايز يحصل نمو في هذه الشركه، الشركه تحقق ارباح، فانت بتديرها مش لعبه بقى، لا ده انت بتبص لها، بتدور على التسويق، بتدور على البث التلفزيوني، بتدور على الحقوق، يعني تدور على يعني مين اللي بيحط الاطار. يعني حضرنا مثلا مفاوضات معاهم في سويسرا عشان النني، كانت مفاوضات قعدت 6 أشهر لان هو او اكتر من 6 أشهر، لان هم بيقول لك انا ما اقدرش ابيعه اشتريه الا ما ابيع واحد مكانه. يعني انا ما اقدرش اجيب واحد زياده، لازم يوفر الاول قيمته ومكانه، واللي مكانه باعه فيجيب غيره، يعني هو مش هيقدر مثلا ممكن المدير هاته والتاني مالوش شغل، هيعمل له خسائر، فالناس هتسأله هو انت يعني بتجيب ناس وتمشيها كده بدون اي دراسه. وده طبعا بيحصل كتير عندنا جدا في الانديه المصريه، لو في شركه كوره وفي نظام وفي سيستم مش هيحصل بالتاكيد، هو الوضع هيبقى مختلف وطريقه الاداره هتبقى مختلفه. انا بقول لحضرتك قيس على اي شركه استثماريه صناعيه بتجيب مجلس اداره بتحاسبه على كده. يعني فانت هتحاسبك وانت الاصول بتاعتك او الاسيتس بتاعتك الاساسيه هي لعبه الكوره. فهتبص لها اللعيبه نفسها ازاي استثمرها، ازاي استثمر. يعني هو لو مثلا اقول لحضرتك الاستادات هناك كلها هتلاقي في احصائيه انا جايبها مثلا تقريبا بتشتغل 365 يوم الاستادات. ده شغل الناس. يعني انا مش ماجر استاد او مباني استاد عشان العب عليه ماتش كل اسبوع او كل 4 أيام 5 أيام، لا خالص، هو معمول له ايفنتات مستمره وفي ناس قاعده تدير هذا، فهو بيدير اصول زي دي، صحيح. اصول ثابته، صحيح. فانت هتفكر بطريقه اقتصاديه، يعني مهما كان العائدات لا يمكن ماتش يجيب الاستثمار، وعشان كده الانديه بتتعثر وبتحصل مشاكل كتير طبعا. طيب على ذكر النني ومفاوضات بازل وطبعا محمد صلاح، يعني ليه هل ده كان نتيجه صدفه فكره تصدير اللعيبه للخارج لاوروبا بالذات الاثنين اللاعبين دول باشمهندس شريف، ولا كانوا في اطار رؤيه، وليه توقفت مصر عن التصدير لاوروبا بالشكل هو احنا كان عندنا مشروع في المقاولين العرب اسمه اكتشاف ورعاية الموهوبين، وكان الحقيقة كان مهندس إبراهيم محمد يعني بيتبني هذا مع كان رئيس الشركة وحضرتك كنت رئيس النادي. لا أنا كنت مشرف على الكورة. مشرف على الكورة. وكنت عضو مجلس إدارة في الوقت ده، كان 2008. وكان بتعتمد على إن إحنا بننتقي من كان عندنا زي ما نقول مدرسة كورة أو مكان للمشروع قطع الناشئين. اللي هو في ده خارج القاهره، كان خارج الجبل الاحمر يعني. لا مش في الجبل الاخضر، وكان واحد في اسيوط. فبنجيب وكنا عاملين كده برضو في التجديف، وعاملين يعني بنجيب المواهب من خارج القاهره. هايل. فكان المشروع ده كان الكابتن ريعه، وكنا مهتمين، جت هو تطور شويه. اما الحقيقه انا كنت بسال تملي ليه اللعيبه عندنا ما تطورش نفسها، لا حتى ما بيسافر بره ما بيحققش، ما بيقدرش يتأقلم مع الثقافة الجديدة مع الوضع الجديد، ما بيطورش من نفسه وما بيحققش
انه يبقى لعيب عالمي يعني خلينا نقول. فكان الحقيقه كان قدامي نموذجين تملي بشوفهم حتى ما سافرت في الكاميرون او صامويل إيتو او في دروجبا. يعني الشخصيات دي يمكن قد ايه هي مؤثره في البلد قد ايه هم صورها. فكان ده انا كنت شايف يعني كان توصلنا ان انت مهم جدا تنتقي كويس وتوصله للاحتراف بدري فيقدر لسه يتكيف ويتأقلم وخصوصا ان هو بيبقى لسه لو هو عمل شهرة جامدة في مصر بيبقى عنده صعوبة شوية. يعني معظم اللي حققوا شهرة في مصر ما خلاص مش هيخرج ما بيخرج بالأمر الواقع يعني لا بيخرج بس ما بيقدرش يتأقلم ونفسيا ما يقدرش يعيش كويس لكن لو هو ما عملش حاجة في مصر فبيبدأ او لسه في الاول من الصفر هناك فبيقاتل يعني وخصوصا بتلبيب الفرصة زي ما بنقول يعني بالضبط وخصوصا هو طبيعته كده يعني هو عنده الصفات اللي هي دي. فده المشروع احنا يعني الحقيقة كان فيه سمعت من فترة حوالي 3-4 سنين على 1000 محترف كان في مشروع كده وما عملش حاجة. أنا شفت إن هي يعني لأن ده سكة طويلة شوية علشان تقدر توصل للعيبة. يعني احنا أنا مبسوط جدا بمصطفى محمد ببداياته بس حابب إن يعني الناس تسنده جامد في الفترة. هو ماشي كويس قوي واعتقد انه ما هو المهم يعني احنا ايه الفترة يا ربنا يبعد عنه. يعني احنا فاكر عمرو زكي راح كسر الدنيا بس فخلاص في تحديات هتقابله كتير. الدوري التركي غير اوروبا. هي الشخصية بقى وزي ما حضرتك قلت لازم حد يسنده والقدرة على التحمل بقى في حاجز غربة وحاجز لغة هو عشان كده لازم حد يبقى قريب منه بيوجهه بيسنده. بنفتقد احنا فكرة صناعة النجم او المنظومة اللي تساعد الشخص بشكل عام على النجاح مش بس لعيب الكرة مش منشئ. طبعا لازم حد يسنده يعني يعني يمكن صلاح والنني انا كنت ببقى على تواصل شبه اسبوعي مع الناس اللي معاه يعني اهم منهم الناس اللي بيشوفوه يعني اللي هو في سويسرا لما راحوا بازل الأول طبعا كنت يعني مع اللي هو المدير الرياضي او مع مدير النادي او اللي هو مسؤول عن المغتربين الفتره الست اشهر السنه الاولانيه مهتم حضرتك تابعتهم هم كنا على اتصال بيقولوا لي يعني باستمرار لان هو عاوز يعرف نفسيته ايه ثقافته. قلت له انت لو ما يعني عشان تاخد منهم كويس لازم تفهمهم يعني صح. احنا مش غيركم يعني صح. احنا غير اوروبا طبعًا. فدي انا اتمنى ان مصطفى محمد بدايته كويسه بس لازم حد يعني زي بيبقى بتختار له حد وكيل كويس حد طبعا. بيبقى معاه كويس علشان يستمر في هذه النجاحات اللي بيحققها. عندي مجموعه اسئله لسه أتفضل. نتكلم بشكل طويل مع المهندس شريف حبيب الخبير الاداري والاستثمار الرياضي والصناعه والحقيقه نموذج بنفخر به. بعد الفاصل اعود الى هذا الحوار مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. حديث لا يخلو من الإدارة والفن الحقيقة فن الإدارة ومفهوم الاستثمار الرياضي وإعداد اللاعبين بشكل جيد. المهندس شريف حبيب بكل خبراته يعني الحقيقة منورنا ومشرفنا في قناة الأهلي باشمهندس. بنتكلم عن فكرة إعداد اللاعبين. حضرتك ضربت لي نموذج الحقيقة بمحمد صلاح والنني وإزاي نادي المقاولين العرب كان عامل الحقيقة مركزين مهمين لاكتشاف المواهب واحد في الصعيد واحد في بحري طنطا وبني سويف كان في اسيوط في قلب الصعيد يعني فقدر الحقيقه الوقت هل عندنا نماذج زي دي في بعض الانديه هل عندنا هو في يعني الانديه قادره تقوم بدورها في فكر تفريخ اللاعبين الموهوبين هي عايزه تفرغ وعايزه سياسه عامه يعني هو حضرتك مثلا انت طلع عندك نجم او واحد موهبه فلازم تسقله بدري وابتدي يحتك يعني كان يحتك بالفريق الاول لان انت صلاح خرج كام سنه باشمهندس شريف اللي خرج كان عنده هو 30 دلوقتي 28 دلوقتي صلاح والنني 30 هو هما الاثنين 28 سنه 28 سنه خرج هو خرج 2012 يعني من كام سنه 20 من سنه صغير 19 او 20 سنه كان خرج 20 سنه 21 20 سنه ده انا شايف سن مناسب بس هو لازم قبل ما يخرج بيكون لعب منتخبات ناشئين منتخب صحيح. اول انا شايف ان هو يعني كان حتى فكره مع الكباتن اللي دور ان انا كان في رايي ان
اللعيب اللي ما يظهرش هو 16 سنة ويكسر الدنيا ده صعب. يعني ما تقولش مثلا 20 سنة ولسه ناشئ. لا خلاص. اللي ما لعبش فريق أول 16 سنة. 17 يعني سنة ما انتظرش منه. يعني شوف بابي في باريس سان جيرمان حاجة ما تقدرش تقول يعني مكسر الدنيا. فأنت 16 سنة يعني ما ظهرش الموهبة القوية ما أعتقدش بيبقى صعب قوي. بقى. بيبقى صعب. إنه صعب إن تبقى نجم عالمي لأن قدامك مشوار طويل. طويل قوي. طبعا انت عاوز بقى 16 سنه بلعب تقريبا منتخب مصر فيبقى خلاص حطيت ايدك على اول خطوات. انا شايف ان يعني النادي الاهلي بشعبيته بامكانياته ممكن يعمل هذا الكريم، بس عايز فكر بقى هي مش يعني مش انا ازاي هتعامل مع يعني الاكاديميات والفروع مش كفايه مش مهندس شريف كفايه بس لازم تلعب نرجع بقى لقصه الكشافين تاني لا الاكاديميات كويسه بس تتعمل بفكر ان انا عاوز اطلع موهبه اثقلها. المكسب المادي ده اوكي مفيش مشكله، انما عاده الموهبه القويه هتلاقيها ماديا ما يقدرش يخش الاكاديميه. تمام. لذلك احنا لما عملنا حتى المشروع ده عندنا قلت لهم في واحد بيحب يلعب كوره، اب عايز ابنه يلعب كوره وعارف انه مش هيبقى محترف، هيدفع ده هيدفع له في الاكاديميه وهيلعب رياضه وهيتبسط وتمام. في مستوى تاني دول بقى زي اللي بياخدوا سكولرشيب، ده موهبه احنا اللي هندفع له فلوس يا سلام. وهناكله وهنشربه ونعلمه. هو ده اللي بيحصل في برشلونه، بيحصل في البرتغال. البرتغال دلوقتي حضرتك هتلاقي شوف كم ده انا شفت فيلم تسجيل، اعتقد اللي حصل مع ميسي في الارجنتين حصل مع ميسي برشلونه تبنته من هو يعني طفل صغير. وهتلاقي مثلا حضرتك حاليا في على ارض الواقع في الدوري الانجليزي اكبر مصدر البرتغال. انا شفت في البرتغال ليه؟ شفت فودن وفرنانديز وحتى ديجو جوتا. ايه ده؟ كتير ايه اللي بيحصل؟ انت يعني عندك مثلا اغلب الفريق وولفرهامبتون معظمهم من البرتغال والمدرب من البرتغال. فاذا متهيألي كمان الاستوبر اللي جابه مانشستر سيتي السنه دي وفرق معاه جدا روبن داياش يمكن برتغالي. فهو تخيل بقى حجم الاستثمار. ليه؟ لان هو هناك في منظومه عشان تطلع مواهب وتديها احتكاكات زي البرازيل وتعرضها زي البرازيل. بس فانا شفت المكان اللي طلع رونالدو. طبعا. فانت زي مثلا انا تملي يعني عندي احنا نكتشف الذهب ولا نصنعه او الجواهر، احنا بنكتشفه انما ما بعملش موهبه بس بشيل التراب اللي عليه بشيلها وبسقله زي ما حضرتك قلت، لانه في دايما مهاره اساسيه وفي مهاره مكتسبه. بالزبط. لو انا ما اديتلوش المهاره المكتسبه مهارته الاساسيه مش هتفيد في حاجه. لا، هي المهاره الاساسيه وبضيف لها. انا شايف النادي الاهلي بامكانياته بجماهيره العريضه وكذلك نادي الزمالك لو عمل على هذا الكلام بس في خطه من انا ممكن اكتشف موهبه كويسه بس يموت. والعديد انا شفت مواهب عندنا الحقيقه ما اتحطتش على الطريق كويس ف ما حققتش النجاحات القويه لبره. يعني احنا بالمقاييس انت حاليا ما عندكش لعيب عالمي الا صلاح، بما معناه اللي ينطبق عليه مفهوم عالمي اللي هتسال عليه في اي دوله هتلاقيه. مصر مؤهله وتعثر ليفربول مزعل المصريين قوي وعامل مشكله عشان خاطر صلاح. انا شايف يمكن يعني قدموا موسم امتعونا السنه اللي فاتت، امتعوا العالم كله الحقيقه. كرة ما فيش كده يعني السنه دي حظ عاسر وسوء. انا شايف انهم اتاثروا كتير بالجمهور. لا الجمهور الجمهور والاصابات الجمهور طبعا. لا ما انا عايز اقول برضو يعني في برضو ما تعاملوش كويس. يعني انت مثلا مانشستر سيتي ما كان بادي متعثر. مانشستر انفق كتير وجاب لاعبين على اعلى مستوى. مانشستر اللي عنده في كل مركز زي ما سيادتك عارف لاعب واثنين وثلاثه حاجه. ده احيانا دي بروي بيقعد بره، اجويرو ما بيلعبش. بس الحقيقه برضو انا متابعتي هي ليست كده برضو. يعني في ناس في تشيلسي صرف وده صرف. لا، توظيف اللعيبه ان هم يقدروا اي تكتل بيخترقوه. يعني اقل جري واقل في مساحات بيقدر يخلخل الحكايه. لا، المدرب ده شغل مدرب وقادر يتعامل معاهم كويس. لان انت في فترات عمدة عندك وقعت بس قدرت تكمل. مش طيب مش موفق كلوب
في حاجه اصلا صعب. هو نفسه بيتكلم عن ان طريقته اتحفظت وفعلا بقوا المدربين والفرق المنافسه يتعاملوا معاه بشكل غريب بيتعاملوا معاه وهم كمان وقعوا في الفخ على رأي على رأي يعني راي ترينت الكسندر ارنولد يعني داخلين بعظم او عندهم تصور انهم يقدروا يكسبوا اي فريق فحصل الانهيار يعني هو يعني انت مانشستر سيتي بدات مش كويس بس قدر يتعامل قدر يلم الامور وجوارديولا غير من طريقه لعبه السنه دي على هو بيغير انا بشوفه بيغير في كل ماتش وممكن من شوط لشوط حقيقه عبقريه الحقيقه لا هو قادر اصلا انت لو انت ممكن تكون كويس بس هل انت هتقدر تخلي الناس دي ما هي العناصر بيساعدها هو مدرب عبقري والعناصر بيساعدها كلوب يمكن السنه دي لسه مفيش توفيق هم نفس اللي هو قادر انت ممكن يكون عندك لعيبه كويسه بس مش قادر توظفهم مش قادر يهضموا طريقتك يغيروا لا دي انا شايف قدراته مع توفيق يعني في حاجات فيها كتير موفق بس وفي احيانا كتير كان كلوب غير موفق فيها طيب لو بنتكلم عن روشيتة علاج الكره المصريه برايي حضرتك التحديات ايه من وجهه نظرك وروشيتة العلاج تكون ازاي لو واحد احنا بالاضافه اللي حضرتك ذكرته طبعا وفكره الاهتمام بالمواهب ودور الانديه الكبرى هي هتبتدي من ضروره ان انت تطبق دوري محترفين ده رقم وتعمل شركات والدوري طبعا تديره رابطه ولا ممكن الاتحاد يديره لا تديره رابطه لان هم اللي زي كل الناس يعني لان انا لو انا لانك انت هتعمل برضه في الرابطه طب مش هنتخانق على اداره الرابطه وعضويتها زي الناس كلها بتبقى لها اسس انك انت تكون الرابطه وتنتخبها زي اي عمل بتديره ما يعني احنا مش هنصنع العجله ده حصل لان انت في الحقيقة برضه ما يبقى عندك 20 نادي وبعض انديه من او اللي هم موجودين هتقدر كلهم في مستويات متماثله يعني مش هتحط مثلا اهلي وزمالك واسماعيلي وكده مع مركز شباب صحيح ما ينفعش في جمعيه صحيح. عموميه مع يعني مع الاحترام بالكل انما هي مستويات طيب. اما انت بتزق مستواك بيعلى تنتقل لفوق بالتاكيد قاطره يعني طيب دوري رابطه المحترفين تديروا رابطه طبعا رقم 2 من وجهه نظر حضرتك ان احنا بيبقى في منظومه ان احنا بنفكر تخطيط للمستقبل انا عندي دوري المحترفين عوده الانديه ازاي بيبقى بقى في الضوابط الخاصه بتكوين هذه الشركات علشان ما يبقاش في تفاوت كبير ما هو قانون الرياضه يعني الحقيقه ضابط هذا الموضوع مع قانون الاستثمار حتى النادي الاهلي درسهم دراسه وافيه في الدراسه اللي اعدها الكابتن محمود الخطيب قبل ما يعرضها على مجلس الاداره ثم خضعت مره اخرى لدراسه من خلال لجنه في مجلس الاداره وبدات الخطوات الفعليه فواضح انه قانون الاستثمار مع قانون الرياضه حددوا النقطه هل محتاجين تغيير تعديل على ارض الواقع بالتاكيد على أرض الواقع يظهر مدى نجاح التجربه لان حضرتك برضو احنا اما تيجي في التطبيق هتلاقي حاجات تانية ويهمني انا نادي اهلي وزمالك واسماعيلي وكله بقى يخش ونشوف ندرس الوضع ازاي حتى انا اذا لازم نعمل من الخطوات نساند الانديه الجماهيريه لازم اساندها علشان هي دي عصب كره القدم المناخ يساعد باشمهندس شريف وازاي نقدر نوفر المناخ طبعا الجيد للارتقاء بالكره المصريه لا ان هو أنا طبعا المناخ مساعد عندك شعبيه كبيره وعندك بس ازاي زي ما بقول لحضرتك تساعد ان يكون عندك الانديه الجماهيريه متواجده يعني انا زعلان الاسماعيلي مثلا في الوضع ده لا لازم حتى لو انا بديله مساعده في الاول انت عارف حضرتك طبعا ان في الدوري الانجليزي اللي بيهبط بياخد فلوس والصاعد بياخد فلوس عشان المنافسه تظل قويه ما انا اجيب الفلوس دي منين ما هو بالتاكيد مش هقدر اجيبها من الدوله يعني ما هي الرابطه بقى اللي موجوده هي اللي بتدور على البث الفضائي وتدور على الحقوق وازاي تعمل تزود المدخلات ده موجود انت حضرتك برضو لو بصيت على الدوري اي دوري اسباني ما هو بيصرف كتير منين يعني الارقام الفلكيه اما لعيب مثلا بياخد 150 مليون بتدفع فيه 150 و200 مليون ما انت هتجيب ده منين غير مرتبه غير لا هي منظومه بتدار بشكل صح انت بتجيب معلش في كل جزء زي ما انت بتاسس شركه او اي نظام بتجيب المحترفين بعيد عن اللعبه زي اللي انت ما بتجيب اداره مستشفى ممكن احسن حضرتك بتفضل مثلا تشكيل الرابطه يكون من تكنوقراط يعني من 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 ناس فنيه ولا ممثل سليل للأندية ولا كوتا ولا تتشكل لا ازاي لا هي الرابطة بيبقى فيها زي اي عمل بيبقى عندك ناس فنيين وناس ماليين وناس اداريين وناس عندهم ابتكار وتسويق هو ده الرابطة زي مجلس الإدارة اللي بتدير
بتستعين بكل حاجه. هو في رئيس مجلس اداره بيعرف كل حاجه؟ مفيش. انت ممكن تبقى عمل جماعي مهندس وتدير مستشفى. احنا ماليش دعوه بالعمليات، انا بدير اداره. المانجمنت هو المانجمنت في كل حاجه. يعني انت عندك قدرات اداريه، يعني معظم هتلاقي اللي هو مسكوا الرابطه ما حدش يعرفه، هم مش مثلا لعيب مشهور في انجلترا انما ممكن تلاقي واحد يمسك اتحاد زي او حاجه في زي بلاتينيا او زي كده، اسامي بتمسك مناصب في حاجه، انما المناصب لا مش اللي في دولاب العمل مش بالضروره. لا ما يقدرش، لان هو حتى لو في عنده كادر كامل، يعني لازم عنده مثلا واحد محترف في التسويق، ده احتراف بقى بيعرف، ما ينفعش فيها واحد مجامله يجيب الجنيه منين زي ما نقول. وحضرتك بحسبه مثلا الرابطه، رئيس الرابطه وكده، بيقول له انت حضرتك لو شفت التطور بدأوا بكام والنهارده بيدخلوا كام، هتعرف ان ده وراه عمل. ما فيش طريقه لاقاله الانديه الجماهيريه والشعبيه من عثرتها الا الشركات الكوره طبعا شركات وتكلم طبعا عن دمياط، عن المنصوره، عن السويس، عن اصل حضرتك دي ان انت تبقى شركه بمعنى شركه كوره، واحفز ان الناس تستثمر فيها. يعني تسوقها، حضرتك تقدر تسوق، يعني انت ما بيبقى عندك شركه وعايز اسهم فيها اكيد بتسوق لها، اكيد بتبين نتائجك ان عندك قدراتك ايه. وكل الانديه الشعبيه عندها قدرات وعندها الجمهور، كفايه الظهير الجماهيري اللي هيكون وسيله مهمه لعمليه التسويق والمساعد. وهي على فكره حضرتك لها جزء كبير في الترويج التجاره الداخليه. صحيح. يعني انت مثلا ما بيبقى الاهلي او الزمالك، وكان زمان اسماعيلي ومصري واتحاد، اما بيروح الاهلي مثلا كان يلعب في اي بلد رواج، في فنادق وفي ناس احنا هنروح بعيد يا باشمهندس شريف. حضرتك سافرت اكيد وطلعت على اقليم كاتالونيا، مدينه برشلونه. فانا اخر زياره ليك فيها بيتكلموا معانا انه في 17 مليون سائح بيزوروا هذه المدينه. المدينه مش فيها حاجه، هم بنوها في نهايه الثمانينات، في اخر السبعينات، في اول الثمانينات، علشان كاس العالم زي ما حضرتك عارف، ونهضت النادي نهض بيها بالظبط. دي الناس بتروح علشان تزور المتحف، يعني شويه هو الكامب نو بالنسبه لهم اهم حاجه. وطبعا حدث ولا حرج بقى عن الصور وعن التيشيرتات وعن الفلوس وعن هو ده برضو في المنظومه اللي ساعدت كده. يعني انا حضرت في كامب نو وشفت جماعه يابانيين موجودين، وسالتهم انتوا بتحبوا الكوره؟ قال لك عمري ما بحب الكوره. سبحان الله، احنا جايين نزور برشلونه. يابانيين عمليين قوي. قال لك انا جاي ازور برشلونه واشوف الاجواء واشتري بس، يعني انا مش بحب الكوره انا هو حابب الاجواء وبيقضي اليوم من اوله لاخره. من الاخر انت بتدخل صارف لك 200 300 يورو زي الباشا وخارج، وهو جاي يقضي. وفي على فكره في قصص كتيره طبعا كيف يدار بزنس العمل. يعني انا تملي كنت بستمتع من ما هو وراء المباراه. يعني انا ذوق لفيت وكل الاستادات دي واشوف الطقم الاداري كيف يدار. لا فكر تاني خالص. يعني هو في ناس اللي بيقوم على الكلام ده، زي ما بقول لحضرتك الاستاد ده بيشتغل معظم ايام السنه بلا انقطاع. سأل حضرتك سؤال ملوش علاقه شويه بموضوعنا، يعني بس هل تعتقد انه هذا التوحش للسوشيال ميديا، غابت الجمهور عن يعني غاب عن المدرجات فسكرت السوشيال ميديا، له تاثير على اداره الكره المصريه؟ هي لها تاثير في حاجات كتيره حاليا بقى صوب جماهير مش كوره بس. لا اي عمل، يعني انت مؤكد، يعني السياسه مؤكد، الحياه العامه، يعني الحياه العامه بشكل عام. انت ممكن مثلا على ذلك لان لسه ما فيهاش الضوابط الكبيره، يعني ممكن تطلع اشاعه. لا كل واحد منصه ماسك قاعد على الكيبورد، كل واحد قاعد بيعمل مدى أخبار يعني. بس اعتقد مع الوقت تاثيرها هيقل. بس ما ساهمتش شويه في زياده الاحتقان بين الجماهير؟ لا طبعا زودت كتير، ودي عايزه يعني برضو تملي أمانة الكلمة. الناس اللي بتطلع في الإعلام أو تتكلم تعرف أمانة الكلمة، يعني صحيح. عليك مسؤولية. أسهل حاجة أنك تثير الناس، أنك تبقى بتجري على أن في ترند. لا ده بس دينيا صحيح. وأخلاقيا ده غلط، لأنك صحيح. أنت ممكن تعمل كارثة بالكلام. الكلمة دي حاجة شيء كبير، يعني الكلمة لها معنى كبير، فلازم الناس اللي هي بتيجي دي لا تعرف انت تتكلم صحيح. ازاي تعرف ما تخلق، يعني بدك بتواجه جماهير. يعني
لسه عندي دقيقتين هترك للمهندس شريف حبيب الاجابه على سؤال لم اطرحه يعني او يقول لنا رؤيته في هذه الليله واحنا سعداء بيه ومشرفنا في قناه الاهلي. اتمنى او خلينا مش سؤال يعني انا اتمنى ان انا اشوف الاهلي في افريقيا في افريقيا اكاديميات ان شاء الله قريبا. عندنا خطه في وتفاعل اللي هنا في اخراج النجوم كتيره انت اهلي بمقاومات ودي ولو ليا بس دي فكره جيده واعتقد ان هي جايبه عن المجلس اداره لكن لو عرضت بشكل فردي كمان على كابتن محمود خطيب فكره السكولر شيب دي للاولاد الموهوبين ما تبقاش بس الاكاديميه فكره انها تنفق على نفسها ما انت عارف حضرتك انت مش محتاج تخسر بس انا مش هيضرني شيء لما يبقى عندي في كل اكاديميه وانا عندي في المنصوره اكاديميه عندي 3 4 اكاديميات في القاهره عندي اكاديميات بره في بعض المحافظات لما ندي سكولر شيب فعلا لبعض الاولاد دول حتى لو عن طريق راعي او حد يقدر يساعدهم علشان انا ما احققش خسائر يعني ده دور مهم جدا اعرف انتقي مواهب ممكن مهمة. جدا انا ما كنت مشرف على القصه دي رغم ان كده كنا بنكسب هذا القطاع بيكسب لانك انت بتقدر تسوق لعيبه كتير بس انت عايز بقى تنتقي كويس تعلمه كويس طبعا. لغه تغذيه كويس تغذيه كويس طبعا. فده مهم انا شايف ان الاهلي والمواهب خارج القاهره. مهندس شريف حبيب شرفتني الله يخليك انا بشكرك يعني الحقيقه سعيد جدا وسهرنا حضرتك لكن لما يكون حوار بهذا العمق مع قيمه كبيره زي حضرتك انا بعتقد انه احنا كمان مقصرين ان احنا ما بنستفدش منها لكن على الاقل اطلالتك وخبراتك لما بنقدمها للناس فده في حد ذاته عمل بالنسبه لنا احنا بنعتز بيه يعني. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله شكرا جزيلا للمهندس شريف حبيب وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه وعلى هذه السهره وبعتذر لكم مره ثانيه عن الحاله اللي ازمتني يعني ونشوفكم ان شاء الله بكره زمايلي هيلتقوا بيكم واعود والتقي بحضراتكم الاربعاء المقبل لو كان في العمر بقيه ان شاء الله الى اللقاء.